الباشمهندسين عندنا بيتكلموا على الستيت اوف ماتر اللي هي حالة المادة. طبعا انتوا عارفين ان المادة موجودة في صورة كام حاجة؟ في صورة 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات اللي عندي؟ بتبقى موجودة في صورة سوليد وليكويد وجاز، تمام؟ يبقى المادة بتبقى موجودة في صورة 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ سوليد وليكويد وجاز. المادة يا اما موجودة في الصورة الغازية او في الحالة الغازية، يا اما في الحالة السائلة، يا اما في الحالة الصلبة. طيب احنا في شابتر 1 ان شاء الله هناخد الايديال جاز، يبقى في شابتر 1 ان شاء الله هناخد الجازس، تمام؟ طيب بالنسبه للجازس اللي هي الماده في الحاله الغازيه، اول سؤال انا عايز اعرفه what are factors affecting on gas، ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر عندي على الجاز؟ يبقى انا اول سؤال عندي عايز اعرف ايه الفي. يبقى احنا في شابتر 1 هنتكلم على الماده في الحاله الغازيه الجازس، تمام؟ في الجزء الاولاني هنتكلم على الايديال جاز. اول حاجه عايزين نعرف ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجاز. طيب انا عندي 3 فاكتور بيأثروا على الجاز، ايه هم؟ اول حاجه اللي هو البريشر البي، تاني حاجه اللي هو الفوليوم الفي، تالت حاجة اللي هي التمبريتشر اللي هي التي درجة الحرارة. يبقى أنا عندي 3 حاجات بيأثروا على الجاز، إيه هما ال3 حاجات دول؟ أول حاجة البريشر، وتاني حاجة الفوليوم الحجم، تالت حاجة التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة. طيب تعال نمسك أول حاجة عندنا اللي هي البريشر. تعال نمسك أول حاجة عندنا اللي هي البريشر. باشمهندسين دلوقتي انا عايزك وانت قاعد على المكتب كده قدامك تدوس على المكتب بايديك، حد يقدر يقول لي الضغط اللي على المكتب جاي نتيجة ايه؟ قول لي كده، لو انت دايس على المكتب بايديك دلوقتي يبقى الضغط اللي على المكتب جاي نتيجة ايه؟ نتيجة الضغط عليه، نتيجة تصادم ايدك مع المكتب، صح؟ يبقى انا الضغط اللي جاي على المكتب نتيجه ان انا ايدي دايسه على المكتب، يبقى نتيجه تصادم ايدي مع المكتب. هو ده بالظبط الضغط بتاع الجاز، هو ده بالظبط الضغط بتاع الجاز. بمعنى ايه؟ لو انا عندي كونتينر بالمنظر ده، ضغط الجاز جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه تصادم جزيئات الجاز مع الوول بتاع الكونتينر. الجاز عمال يخبط في الوول بتاع الكونتينر فبيسبب ضغط، تمام؟ يبقى البريشر اوف جاز جاي نتيجه ايه؟ يبقى البريشر اوف جاز جاي نتيجه مين؟ جاي نتيجه او ريزلتس فروم ريزلتس فروم كوليجن اوف جاز مولكيولز او مولكيولز ويز وول اوف كونتينر، تمام؟ يبقى ضغط الجاز جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه تصادم جزيئات الجاز مع الوول بتاع الكونتينر. يبقى انا لما اجي اقول لك ضغط الجاز جاي نتيجه ايه يا باشمهندس، هتقول لي جاي نتيجه، افتكر على طول وانت ضاغط على المكتب، تمام؟ انا ضغط ايدي على المكتب جاي نتيجه ايه؟ تصادم ايدي مع المكتب. نفس الكلام، ضغط الجاز جاي نتيجه ايه؟ تصادم جزيئات الجاز مع الوول بتاع الكونتينر. طيب انا عندي كام يونت للبريشر للضغط؟ انا عندي حوالي 6 يونت. ايه هم ال6 يونت؟ انا عندي ان الاتموسفير بيساوي حاجه اسمها البار، تمام؟ يبقى انا عندي حوالي 6 يونت. ايه هم ال6 يونت دول؟ انا عندي الاتموسفير ايكوال 1.01 بار، يعني تقريبا الاتموسفير هو البار، تمام؟ عندي حاجه اسمها التورشل، التورشل ده ايكوال مليمتر ميركوري، تمام؟ يبقى التورشيل ده ايكوال مليمتر ميركوري، تمام؟ عندي الباسكال، والباسكال ده ايكوال نيوتن بير متر سكوير، تمام؟ يبقى انا عندي حوالي 6 يونت للبريشر. ايه هم الستة يونت دول؟ عندي الاتموسفير بيساوي حاجه اسمها البار، عندي التورشيل بيساوي حاجه اسمها المليمتر ميركوري، وعندي الباسكال، الباسكال ده بيساوي حاجه اسمها نيوتن بير متر سكوير. طيب واحد هيجي يقول لي في المساله، طب انا دلوقتي في المساله هحل بانهي يونت؟ هحل ب2 يونتس بس. يبقى انا لما تجيلي مساله هختار من ضمن اليونتس دي 2 يونتس بس.
ايه هما التو يونتس اللي انا هحل بيهم المساله؟ هحل يا اما بالاتموسفير، تمام، طبعا وما يساوي البار، يا اما بالباسكال وما يساوي النيوتن بير متر سكوير. يبقى انا اي يونت بريشر عندي، اي يونت للضغط عندي، لازم تتحول يا اما الاتموسفير طبعا زيه البار، يا اما الباسكال طبعا زيه النيوتن بير متر سكوير. يبقى انا اي يونت في الضغط عندي لازم احولها يا اما الاتموسفير يا اما لمين؟ يا اما لباسكال. طيب لو انا جاي لي يونت مختلفه وعايز احولها، التحويلات دي عباره عن ايه؟ تعال نشوف. بيقول لي ان ال1 اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركوري. ده معناه ايه يا باشمهندس؟ ان انا لو عايز احول من اتموسفير لملي متر ميركوري هضرب فيه 760. يبقى انا طول ما انا ماشي في الاتجاه ده بضرب، تمام. انما لو عايز احول من ملي متر ميركوري لاتموسفير هقسم على 760. يعني انا طول ما انا ماشي في الاتجاه ده بقسم، خلاص. يبقى انا ماشي من اتموسفير، انا عايز احول من اتموسفير لملي متر ميركوري، يبقى اعمل ايه؟ اضرب في 760. طب انا عايز اعمل العكس، لو انا اليونت عندي بالملي متر ميركوري وعايز احولها للاتموسفير، اهو يبقى انا بادئ من هنا، انا اليونت بالملي متر ميركوري، يبقى انا بادئ من الحته دي عايز احولها للاتموسفير، يبقى هقسم على كام؟ هقسم على 760، تمام. دي كده اول تحويله عندنا. طيب التحويله اللي بعدها بيقول لي ايه؟ ان ال1 اتموسفير ايكوال 101325 باسكال. يبقى رده، لو انا عايز احول من اتموسفير لباسكال هعمل ايه يا باشمهندسين؟ عايز الناس تبقى متجاوبه، من اتموسفير لباسكال هعمل ايه؟ اضرب في 101325. تمام. لو انا عايز احول من باسكال لاتموسفير هعمل ايه؟ اقسم على 101325، خلاص. طيب لو انا عندي اليونت بالملي متر ميركوري، اهو 1 ملي متر ميركوري، عايز احولها لباسكال، يبقى اعمل ايه؟ 1 ملي متر ميركوري ايكوال 101325 على 760 باسكال، خلاص، على 760 باسكال. يبقى من ملي متر ميركوري الباسكال هضرب في الرقم ده، من باسكال لملي متر ميركوري هقسم على الرقم ده، خلاص، من باسكال لملي متر ميركوري هقسم على الرقم ده. طيب انا عايز الناس كده تذاكر معايا واحنا ايه؟ واحنا مع بعض، خلاص. فين اسلام محمد؟ اسلام محمد محمد حضرتك يا دكتور اسلام. يبقى احنا قلنا عندنا كام فاكتور بيأثروا على الجهاز يا اسلام؟ ثلاثة. ايه هما؟ البريشر والفوليوم والتمبريتشر. جدع. طيب الضغط بتاع الجهاز جاي نتيجة ايه يا اسلام؟ الجزيئات الغاز مع الحائط بتاع الكونتينر. تمام، تصادم جزيئات الغاز مع الوول بتاع الكونتينر، تمام. طيب انا من ضمن اليونت اللي عندي كلها هشتغل بكام يونت يا اسلام؟ 2 يونتس. ايه هما؟ الاتموسفيريك مع الباسكال. بالظبط، الاتموسفير والباسكال. يا اما حول البريشر عندي الاتموسفير، يا اما حول الضغط عندي لباسكال. يعني البوتورشيل والملي متر ميركوري دول انا ما بشتغلش بيهم نهائي. اي يونت عندي هحولها يا اما الاتموسفير، هحولها يا اما لباسكال، زي الفل. طيب كده احنا عرفنا مين؟ كده احنا عرفنا اول جزء عندنا، تمام. كده احنا عرفنا اول جزء عندنا، خلاص. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه؟ دلوقتي عايزين نعرف، احنا كده اتكلمنا على البريشر، خلاص. تعالوا نتكلم على الجزء الثاني اللي هو مين، او الفاكتور الثاني اللي هو هنتكلم فيه ان شاء الله على الفوليوم، الضغط، تمام. يبقى البوينت الثانيه هنتكلم فيها على الفوليوم اللي هو سوري الحجم، تمام. يبقى الفاكتور الثاني هنتكلم فيه على الفوليوم اللي هو مين؟ اللي هو الحجم. طيب تعالى كده يا باشمهندس، الفوليوم اللي هو الحجم، طيب باشمهندسين انا دلوقتي، انا هو ايه الحجم بتاع الغاز؟ يعني ايه الحجم بتاع الغاز؟ هو الفوليوم افيلابل فور موشن اوف جاز موليكولز. ده التعريف بتاع الحجم اللي يمشي على جميع انواع الغازات.
تمام؟ ده بسميه الـ ideal definition of volume. يعني ايه الـ ideal definition of volume؟ يعني التعريف المثالي للغاز. يعني ايه التعريف المثالي للغاز؟ يعني التعريف اللي يمشي على جميع انواع الغازات، سواء ان الغاز ده كان ideal او real. خلاص، يبقى الـ ideal definition of volume التعريف المثالي. يعني ايه تعريف مثالي؟ يعني التعريف اللي يمشي الجنرال، اللي يمشي على جميع انواع الغازات، هو ايه؟ هو الـ volume available for motion of gas molecules. طيب باشوانسين، يعني انا دلوقتي لو انا برش برفيوم في اوضه مثلا، خلاص، والاوضه دي فاضيه، تمام، يبقى الغاز ده حجمه هيبقى حجم مين؟ نرد الأوضة، حجم الأوضة. ليه؟ لأن ده الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز، تمام؟ لأن ده الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز، تمام؟ طيب لو الأوضة دي فيها شوية حاجات، تمام؟ يعني فيها مثلا ترابيزة، فيها مكتب، فيها كرسي، يبقى حجم الغاز هو مين؟ حجم الأوضة ناقص حجم الحاجات دي. بالظبط، حجم الأوضة ناقص حجم الحاجات دي، يبقى هو ده تعريف الفوليوم، هو الحجم المتاح لحركة جزيئات الغاز. يعني لو الأوضة دي فاضية يبقى هو حجم الأوضة، تمام؟ لو الأوضة دي فيها حاجات يبقى حجم الأوضة ناقص الحاجات اللي موجودة فيها. طيب أنا عندي كام يونت؟ عندي برضو يونتس كتير جدا. إيه هما؟ عندي 1 متر، عندي إن الـ 1 متر كيوب، أو عندي اليونتس اللي عندي، عندي متر كيوب، عندي لتر، عندي ديسيمتر كيوب، تمام، عندي سنتيمتر كيوب، عندي ملي لتر، عندي ملي متر كيوب، عندي يونتس كتير جدا للفوليوم. طب انا هشتغل بكام يونت؟ هشتغل برضو بتو يونت. ايه هو؟ يا اما هشتغل باللتر يا اما هشتغل بالمتر كيوب. خلاص، يبقى انا في البريشر بشتغل بتو يونتس بس. ايه هما التو يونتس؟ يا اما اتموسفير يا باسكال. طب بالنسبة للفوليوم برضو من ضمن اليونت كلها، أي مسألة عندي لازم أخليها يا لتر يا متر كيوب، يبقى يا أتموسفير يا باسكال، الفوليوم يا لتر يا متر كيوب. طيب إزاي أحول؟ أحول إن أنا بقول إن الـ 1 متر كيوب equal 10 to power 3 لتر. يعني لو عايز أحول من دل ده هضرب في 10 to power 3، لو عايز أحول العكس هقسم على 10 to power 3، تمام. خلاص، يبقى ده 1 متر كيوب ايكوال 10 تو باور 3 لتر. ركزوا قوي في الحته اللي جايه دي عشان بتيجي في مساله ايكوال 10 تو باور 3 دي سي متر كيوب. يعني استنتج من هنا ايه؟ ان اللتر هو مين يا باشمهندسين؟ دي سي متر كيوب. يبقى اللتر هو دي سي متر كيوب. خلاص، يبقى 1 متر كيوب ايكوال 10 تو باور 3 لتر ايكوال 10 تو باور 3 دي سي متر كيوب، يعني اللتر هو الدي سي متر كيوب. طيب ايكوال 10 تو باور 6 سنتيمتر كيوب، ايكوال 10 تو باور 6 سنتيمتر كيوب. معنى كلامي ايه؟ ان انا عايز احول من متر كيوب للتر هضرب في 10 تو باور 3 اللي هو الرقم اللي بيبقى موجود هنا ده. طيب من لتر لمتر كيوب هقسم على 10 تو باور 3. طب حد يقدر يقول لي لو من متر كيوب لسنتيمتر كيوب هعمل ايه؟ ردوا، هضرب في 10 تو باور 6 اللي هو الرقم ده. طيب لو من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب هعمل ايه؟ هقسم على 10 اس 6، هقسم على الرقم ده 10 تو باور 6. طيب من لتر لسنتيمتر كيوب هعمل ايه؟ اضرب في 10 اس 2 10 تو باور 3. ليه؟ لان دي انت بادئ بكام؟ 10 تو باور 3، وده 10 تو باور 6، الفرق ما بينهم كام؟ 10 تو باور 3. خلاص، يبقى هضرب في كام؟ هضرب في 10 تو باور 3، اهو هكتبها لكم لوحدها، تمام. هضرب في كام؟ هضرب في 10 تو باور كام؟ 10 تو باور 3. يبقى اهو، يبقى انا دلوقتي عندي ان ال1 لتر ايكوال 10 تو باور 3 سنتيمتر كيوب. يعني لو عايز احول من لتر لسنتي، ليه؟ لان دي 10 تو باور 3 ودي 10 تو باور 6، يبقى الفرق ما بينهم 10 تو باور 3. يبقى 1 لتر ايكوال 10 تو باور 3 سنتيمتر كيوب. طيب يبقى باشمهندسين، يبقى انا في البريشر بشتغل بكام يونت بسرعه؟ 2. ايه هما؟ اتموسفير وباسكال، تمام. الفوليوم بشتغل بكام يونت؟
اتنين ليتر ليتر وميتر كيوب. تمام. تالت فاكتور عندي اللي هو مين يا باشوانسين؟ تمبريتشر اللي هو درجة الحرارة. درجة الحرارة طبعا عارفين كلنا عارفين يعني ايه درجة حرارة. طب درجة الحرارة دي انا بقيسها بايه؟ بقيسها بيونت واحدة بس اللي هي مين؟ اللي هي بالدجري كلفن. خلاص؟ يبقى انا درجة الحرارة بشتغل عليها بيونت واحدة بس اللي هي الدجري كلفن. يبقى اي تمبريتشر عندي لازم احولها لكلفن. ازاي؟ ان التمبريتشر بالدجري كلفن ان التمبريتشر بالدجري كلفن ايكوال التمبريتشر بالدجري سيلسيوس. خلاص؟ التمبريتشر بالدجري كلفن ايكوال مين؟ ايكوال التمبريتشر بالدجري سيلسيوس بلس 273. تمام؟ يبقى انا اليونت عندي ان التمبريتشر بالدجري كلفن ايكوال التمبريتشر بالدجري سيلسيوس بلس 273. يبقى باشمهندسين بسرعه كده، ضغط الغاز جاي نتيجه ايه؟ انا عايز الناس تذاكر كده وهي قاعده. ضغط الغاز جاي نتيجه ايه؟ تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. انا شايف ان واحد بس اللي بيرد. خلاص؟ تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. طيب مصطفى احمد. مصطفى. تمام يا دكتور. انا بشتغل بكام يونت في البريشر يا مصطفى؟ باتنين، بالاي تي ام وبالباسكال. تمام جدع. طب ايه هو الفوليوم يا مصطفى؟ الفوليوم هو الحجم المتاح لانتشار جزيئات الغاز. جدع. طب بشتغل بكام يونت؟ باتنين برضو، بالليتر وبالمتر كيوب. تمام. طب بالنسبة للفوليوم بشتغل بالنسبة للكلفن للتمبريتشر بشتغل بكام يونت؟ هي واحدة بس بالكلفن. تمام زي الفل. تمام. طيب دلوقتي احنا كده عرفنا ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجاز. طيب ايه اللي انا عايز اعرفه بعد كده؟ ركز معايا باشمهندسين. الجاز انا عندي منه نوعين. خلاص؟ عندي منه نوعين. ايه هما؟ عندي الايديال جاز وعندي الريل جاز. خلاص؟ يبقى الجاز انا عندي منه نوعين. ايه هما النوعين؟ عندي ايديال جاز وعندي ريل جاز. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنعرفه لما ناخد الايديال جاز الريل جاز ان شاء الله. خلاص؟ يبقى عندي قانونين، او عندي ايديال جاز وريل جاز. ايه قانون الايديال جاز؟ بي في ايكوال ان ار تي. خلاص؟ ده قانون الايديال جاز. طيب عايزين نعمل للقانون ده بروف، اثبات. خلاص؟ عايزين نثبت ان البي في الفي ايكوال الان ار تي. طيب هثبته ازاي؟ كان عندي عالم اسمه بويلز. تمام؟ في عندي عالم اسمه بويلز. خلاص؟ وفي عندي واحد اسمه تشارلز. تمام؟ وفي عندي واحد اسمه افوجادروس. خلاص؟ يبقى انا عندي ثلاثة. القانون ده جه نتيجة حاجة استنتجها ثلاث علماء مع بعض. مين هما؟ بويلز وتشارلز ومين؟ وافوجادرو. بويلز وتشارلز ومين؟ وافوجادرو. طيب بويلز قال ايه؟ بويلز قال ايه؟ ركز معايا باشمهندسين. لو انا عندي بيستون بالمنظر ده اهو، طيب بويلز قال ايه باشمهندسين؟ لو انا عندي بيستون بالمنظر ده، خلاص عندي بيستون اهو بالمنظر ده. طيب مكبس، كل ما زود الضغط على المكبس ده حجم الجاز اللي هنا هيحصل له ايه؟ هيقل. هيقل. كل ما الضغط يزيد اهو، انا عمال اضغط على المكبس عمال انزله لتحت، يبقى كل ما الضغط يزيد الحجم يقل. يبقى العلاقه ما بين الضغط والحجم علاقه ايه؟ علاقة عكسية. علاقة عكسية. تمام. يبقى كل ما الضغط على البستون يزيد اهو، انا عمال ادوس على البستون فعمال ينزل فالحجم بيقل. ده اللي بويلز قاله. بويل قال ايه؟
بويلز قال ان الفوليوم is inversely proportional مع البريشر. طيب باشمهندسين، هو انا عندي كم حاجة بتأثر على الجاز؟ عندي كم حاجة؟ ثلاثة. ايه هم؟ فوليوم، تمبريتشر، بريشر. تمام. طيب انا جبت علاقة ما بين حاجتين، انت عارف ان انا لما اجيب علاقة ما بين حاجتين لازم اثبت مين؟ التالتة. يبقى ده كده هيبقى اد كونستانت مين؟ بريشر. تمبريتشر. تمام، اهو ادي العلاقة ما بين البريشر والفوليوم علاقة عكسية. تمام، يبقى احنا كده عرفنا بويلز قال ايه. يبقى بويل قال ان الفوليوم يتناسب عكسي مع البريشر. اهو انت عندك مكبس، كل ما نزل المكبس كل ما الضغط على المكبس بيزيد فعمال ينزل تحت فالغاز بيقل. طيب تشارلز لو، تشارلز لو قال ايه؟ قال ان الفوليوم is directly proportional مع التمبريتشر، بس ات كونستانت مين؟ ردوا انتوا بقى، ات كونستانت مين؟ بريشر. تمام، يبقى اهو، يبقى انا ده اللي بويلز قاله. طيب تعالى نفهمها ازاي، ان الفوليوم يتناسب طردي مع التمبريتشر. ازاي ان الفوليوم يتناسب طردي مع التمبريتشر؟ طيب باشمهندسين، دلوقتي لو انا بسخن حاجه، تمام، لو انا بسخن حاجه، قوة التجاذب ما بين الحاجة دي بيحصل لها ايه؟ بتزيد المفروض. بتزيد ولا بتقل؟ مش انت كل ما بتسخن، تخيل كده ان انت عملت تسخن مية، مش كل ما بتسخن مية حركة الجزيئات دي بتزيد؟ صح؟ اه. فالاتراكشن فورس، قوة التجاذب ما بينهم عمالة تتكسر. ليه؟ هما ماسكين في بعض فالاتنين عمالين يتحركوا. تخيل كده ان انا وانت قاعدين في ما بيننا وما بين بعض قوه تجاذب. خلاص تمام، انا وانت قاعدين في بيننا وبين بعض قوه تجاذب، انا وانت مربوطين بحبل وفي حد راح جايبنا حاططنا على ايه؟ على بوتاجاز. تمام، ايه اللي هيحصل فيا وفيك؟ هنفضل ايه؟ نتحرك. نتحرك. لما نفضل نتحرك، هل قوه التجاذب ما بيننا هتفضل زي ما هي ولا هتقل؟ هتقل. هتقل، لان احنا عمالين نتحرك، صح؟ طب لما مش لما قوة التجاذب تقل، انا وانت هنبعد عن بعض؟ ايوه صح. يبقى الحجم بتاعنا هيحصل له ايه؟ هيزيد. هيزيد بالظبط. يبقى انا كل ما درجة الحرارة تزيد التجاذب بين الجزيئات هيقل، فهينتشر، مش ماسكين في بعض، هينتشروا. تمام، فالفوليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. تعالى كده تخيل ان انت بتسخن مية، مش كل ما بتسخن مية كل ما كمية البخار اللي طالعه بتزيد؟ صح؟ صح صح. يبقى الفوليوم بيزيد. يبقى الفوليوم دايركتلي بروبوشنال مع البريشر، انفرسلي بروبوشنال مع البريشر، دايركتلي بروبوشنال مع التمبريتشر. طيب تخيل ان انت بتنفخ بالونه، كل ما تدخل غازات جوه البالونه حجم البالونه بيحصل له ايه؟ بيزيد. بيزيد. يبقى الفوليوم is directly proportional مع النمبر اوف مول، اللي هي النمبر اوف مول بتاع الغازات، عدد المولات بتاعه الغازات اللي انا بدخلها. تمام، انا بنفخ بالونه، اهو عمال انفخ بالونه فعمال ادخل غاز، فالفوليوم is directly proportional مع ال n. طب ده ات كونستانت مين؟ يبقى بريشر وتمبريتشر. خلاص تمام. طيب from 1 و2 و3، تعالى كده نجمعهم 1 و2 و3، من 1 و2 و3 اهو. واحد قال ان الفي ده الفي ثابته في كله تتناسب عكسي مع البي، و2 قال ان الفي تتناسب طردي مع التي، و3 قال ان الفي تتناسب طردي مع الان. تمام، يبقى انا اقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى البي في الفي تتناسب طردي مع الان في التي. طيب انتوا خدتوا في الماس، عشان اشيل علامه التناسب لازم احط ايكوال ايه؟ كونستانت. كونستانت، يبقى ايكوال كونستانت في الان في التي. يبقى القانون بتاعها هيبقى ايه؟ بي في ايكوال ان ار تي، والان ده هو الكونستانت بتاعي. خلاص، والان ده هو مين؟ هو الكونستانت بتاعي. خلاص. طيب الار حضرتك صح، سوري، الار ده هو الكونستانت بتاعي. تمام جدع عايز.
تمام؟ يبقى الـ R ده كده هو الـ constant بتاعي. طيب فين إسراء خالد؟ إسراء أيوة إسراء، إحنا اتكلمنا يا إسراء في القانون بتاعنا على كم حاجة؟ BV equal NRT، إيه اللي إحنا شرحناه بالتفصيل يا إسراء؟ لما شرحنا البي شرحنا الثانية شرحنا البي وشرحنا الفي وشرحنا التي صح؟ أيوة. طيب البي قلنا بنشتغل بكام يونت يا إسراء؟ الباسكال والاي تي ام. تمام، الفي بنشتغل بكام يونت؟ الليتر والمتر كيوب. تمام، التمبريتشر بشتغل بكام يونت؟ الكلفن. زي الفل. فاضل ان انا في القانون ده يا باشمهندسين اتكلم على ايه عشان يبقى خلصنا القانون كله؟ فاضل ان انا اتكلم على الان، وفاضل ان انا اتكلم على الار. خلاص، فاضل ان انا اتكلم على الان، وفاضل ان انا اتكلم على الار. تعال نتكلم على الان. تمام، الان، الان دي اللي هي النمبر اوف مولز. خلاص، يبقى فاضل ان احنا نتكلم على الان. الان دي اللي هي النمبر اوف مولز، عدد المولات. عدد المولات ده اللي هو مين؟ اللي هو الان. ده اللي انا ناقص اتكلم عليه، نمبر اوف مولز اللي هو عدد المولات. عدد المولات ده اللي هو الان. طيب النمبر اوف مول الان ايكوال ايه؟ ايكوال الويت اوفر الموليكولار ويت. اهو ويت اوفر الموليكولار ويت. طيب في قانون تاني، يبقى اهو النمبر اوف مول تمام ايكوال الويت اوفر الموليكولار ويت. اهو يبقى النمبر اوف مول ايكوال الويت اوفر الموليكولار ويت. تمام، ايكوال ويت اوفر الموليكولار ويت. طيب النمبر اوف مول ايكوال الماس اوفر المولر ماس. تمام، يبقى ويت او موليكولار ويت او ماس على المولر ماس. طب ايه الفرق ما بين القانون الاول والتاني؟ ولا اي حاجه، الاثنين زي بعض بالظبط، بس انا كاتبهم لك عشان لما تشوف كلمه ويت او ماس ما تتخضش، عشان لما تشوف كلمه موليكولار ويت او مولر ماس ما تتخضش، الاثنين زي بعض بالظبط. في الكيمستري احنا بنقول ان الويت هو هو الماس، بنقول ان الموليكولار ويت هو هو المولر ماس، مفيش اختلاف ما بينهم. تمام، يبقى نمبر اوف مول ويت على موليكولار ويت او ماس على مولر ماس. طب ايه هو الويت والماس؟ الوزن 10 جرام 20 جرام 30 جرام 50 جرام، ده الوزن اللي انا بديهولك في المساله. طب الموليكولار ويت والمولر ماس بحسبهم ازاي؟ الاثنين زي بعض زي ما قلنا. طيب تعال نشوف كده، الموليكولار ويت اهو، الموليكولار ويت بحسبه ازاي؟ It is the summation of atomic weight of all atoms expressed. Summation of atomic weight of all atoms present in molecule. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت قلت لك يا باشمهندس احسب لي الموليكولار ويت او المولر ماس بتاع ال H2O، عايز احسبه ازاي؟ هاجي انا اديك اقول لك والله انا عندي الهيدروجين ب1 وعندي الاكسجين ب16، هاجي اديك كده في المساله. طيب باشمهندسين انا عندي كام هيدروجين؟ 2. يبقى دي 2. الهيدروجين الواحد بكام؟ 1. يبقى 2 في 1 بلس. عندي كام اكسجين؟ واحد. الاكسجين الواحد بكام؟ 16. يبقى ده هيساوي 18. تمام، حد اول مره ياخد كيمستري؟ طيب لو عايز احسب الموليكولار ويت بتاع ال Na2CO3 ده هيساوي كام؟ لو جيت قلت لك الصوديوم ب 23، الكربون بيساوي 12، والاكسجين بيساوي 16، بسرعه ردوا، يبقى هتساوي كام؟ 2 في 23 زائد 12 زائد 16 في 3. تمام، يبقى هتساوي 2 في 23
زائد 12 زائد 3 في كام؟ زائد 3 في 16. معايا يا باشمهندسين؟ ايوه تمام. يبقى هتساوي كام؟ زي ما انتوا قلتوا يبقى جدع، يبقى هتساوي 2 في 23 اهو 2. عندي 2 صوديوم يبقى 2 في 23، عندي 1 كربون يبقى 1 في 16، عندي 3 اكسجين سوري يبقى 1 في 12 خلاص، عشان الكربون ب 12 اهو كربون ب 12، عندي 3 اكسجين يبقى 3 في 16 ده هتساوي 106، يبقى ده المولكولار ويت. طيب المولر ماس، المولر ماس بتاع ال H2O بكام؟ حد يقدر يقول لي؟ 18. 11 برضو، لان احنا اتفقنا ان الاثنين زي بعض بالظبط، المولكولار ويت هو هو المولر ماس، بس في فرق صغير ما بينهم، بس انا مش عايزك تقرف نفسك بيه. ده بالاي ام يو، حاجه اسمها الاتوميك ماس يونت، انما ده بالجرام، هي دي بس الاختلاف الوحيد ما بينهم. فانا عشان اريح نفسي من القرف ده انا بشتغل بالماس على المولر ماس او ويت على مولكولار ويت. يعني انت اعتبر ان الاثنين واحد وانت بتحل المساله، خلاص الاثنين واحد وانت بتحل المساله. يبقى انا دلوقتي تمام، لو جيت قلت لك مثلا ايه، ناخد كده اكزامبل، عندنا اكزامبل مثلا اهو، كالكوليت النمبر اوف مولز present in 10 جرام ووتر، بس كده مفيش اي مشكله. مش انت عايز النمبر في مول؟ اه ادي النمبر في مول، ايكوال مين؟ ايكوال ماس على المولر ماس. تمام، يبقى انا نمبر في مول هو ماس على المولر ماس، خلاص خلصت. الماس بكام؟ 10. المولر ماس بتاع ال H2O كام؟ 18. يبقى 10 على 18 زي الفل. موضوع بسيط جدا جدا جدا. تمام؟ طيب كده احنا يا باشمهندسين عرفنا ان البريشر تمام خلصناه، الفوليوم خلصناه، التمبريتشر خلصناها، النمبر اوف مول بنحسبها ازاي يا باشمهندسين؟ قلنا ردوا ماس اوفر مولر ماس، ماس اوفر مولر ماس. فاضل مين في القانون لسه ما اتكلمناش عليه؟ يبقى احنا كده خلصنا القانون كله. الار، الار، الار ده اللي هو اليونيفرسال جاز كونستنت، اللي هو الثابت العام للغازات، الار. يبقى الار ده اللي هو مين؟ اليونيفرسال جاز كونستنت، اللي هو مين؟ اللي هو الثابت العام للغازات. طيب الار ده ماله بقى؟ الار ده في بوينت مهمه جدا لازم اخد بالي منها في اي مساله انا بحلها. ايه هي؟ ان الار ده بنحسبه عند حاجه اسمها الاس تي بي. يبقى الار ده كالكوليتد ات الاس تي بي. طب ايه هي الاس تي بي؟ اختصار لمين؟ الاس ستاندر، التي تمبريتشر، البي بريشر، ستاندر تمبريتشر اند بريشر، ده الاس تي بي. يبقى الاس تي بي اختصار لكلمه مين؟ ستاندر تمبريتشر اند بريشر، ده كده الاس تي بي. الاس تي بي اختصار لكلمه مين؟ ستاندر تمبريتشر اند بريشر. حد عنده مشكله؟ تمام تمام. طيب باشمهندسين يعني ايه ستاندر؟ يعني ايه ستاندر؟ ستاندر يعني ايه؟ سامعيني؟ ريفرنس. تمام، ستاندرز يعني قيم ثابته. تمام، ستاندر تمبريتشر اند بريشر. طيب مين الستاندر عندي في الاس تي بي؟ مين الستاندر؟ التمبريتشر ومين؟ والبريشر. والبريشر. طيب زي الفل، التمبريتشر والبريشر. ستاندر يعني قيم ثابته، يعني انا اول ما الاقي كلمه ستاندر في المساله احط على طول ان البريشر 1 اتموسفير. تمام، احط على طول ان البريشر عندي 1 اتموسفير. تمام، واحط على طول عندي ان التمبريتشر 0 ديجري سيلسيوس. احنا بنشتغل بالسيلسيوس كلفن، اعمل عليها ايه؟
273 ديجري كلفن. خلاص يبقى انا ستاندرد تمبريتشر اند بريشر دي معناها اول ما الاقيها في المساله ده معناه ان البريشر 1 والتمبريتشر 273 ديجري كلفن. طيب بص بقى الكلمه اللي انا هكتبها دي في منتهى الاهميه. اف if the number of mole equal 1 the volume 22.4 liter. حد يقدر يقول لي معناها ايه كلمه اف دي؟ يعني ايه if the number of mole equal 1 the volume 22.4 liter معناها ايه؟ كل ما تغير عدد المولات كل ما تغير الحجم. ايه؟ كل ما تغير عدد المولات كل ما تغير الحجم. بالظبط جدع. يعني كل ما غير عدد المولات كل ما بغير مين؟ كل ما بغير الحاجة. جدع. طيب يعني الحجم يبقى لو ال N باتنين يبقى الفوليوم كام؟ خد 44.8 لتر. يبقى ده معناه ان في الاس تي بي مش شرط ان يكون النمبر في مول بون. تمام؟ انما مين الشرط؟ ان البريشر يكون 1 والتمبريتشر يكون 273. لو النمبر في مول بون لازم اقول كلمة لو. لو النمبر اوف مول ب1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. لو النمبر اوف مول ب2 يبقى الفوليوم 44.8 لتر. لو النمبر اوف مول ب3 يبقى الفوليوم بكذا اللي هو 66 مش عارف كام لتر. في مشكله؟ تمام ردوا. تمام تمام تمام. طيب الار ايه قانونها يا باشمهندسين؟ مش هي بي في على ار تي على ان تي؟ صح تمام. لان القانون بي في بتساوي ان ار تي. طب تعالى كده نعوض الار اي. البريشر بكام؟ 1 تي ام 1 اتموسفير لان احنا بنحسبها عند الاس تي بي. طيب والفوليوم بكام؟ 22.4. تمام بس انت غلطت. ما الان بواحد. جدع كده انت صلحت. لو الان بواحد يعني ساعتها الان بوان مول. طيب والتمبريتشر بكام؟ 273 ديجري. تمام. انا لو جيت حسبت الكلام ده هلاقيها يطلع بكام؟ 0.082 اتموسفير في لتر على المول في الكلفن. تمام اتموسفير في لتر على المول في الكلفن. طيب عايز حد تاني يحسب لي قيمه للار. هو احنا قلنا انا ممكن اشتغل بالاتموسفير وممكن اشتغل بمين؟ بالباسكال. بالباسكال صح. طب تعالى كده نرجع لليونت. لو عايز احول من اتموسفير لباسكال اعمل ايه؟ اضرب 101325. تمام اهو. يبقى انا هخليها بالباسكال. ان انا احط دي بالباسكال يبقى 101325 باسكال. طيب والفوليوم قلنا ممكن نشتغل باللتر وممكن نشتغل بمين؟ وممكن نشتغل ب تمام ممكن نشتغل باللتر وممكن نشتغل بمين؟ المتر كيوب. تمام. ثانية واحدة. طيب ممكن اشتغل باللتر وممكن اشتغل بالميتر كيوب. طيب المتر كيوب يبقى احول ازاي من لتر المتر كيوب؟ ان انا اضرب في كام؟ في 10 تو باور نيجاتيف 3 متر كيوب. صح؟ يعني اقسم على 10 تو باور 3 اقسم على 10 تو باور 3 او اضرب في 10 تو باور نيجاتيف 3. تمام الاثنين واحد. طيب على 1 مول تمام في كام؟ 273 ديجري كلفن. لو جيت حسبت الكلام ده هيطلع 8.314 باسكال في متر كيوب على المول في الكلفن. طب تعال نحولها كده. مش الباسكال ده هو هو النيوتن بير متر سكوير يا باشمهندسين؟ صح؟ أيوه. في متر كيوب على المول في الكلفن.
المتر سكوير هيروح مع مين؟ مع المتر كيوب. هيفضل مين؟ نيوتن في مين؟ متر في متر على المول في الكلفن. نيوتن في المتر ده اللي هو مين؟ الجول على المول في الكلفن. تمام؟ يبقى كده الار، الار احنا طلع عليها عندنا تو فاليو. يبقى الار طلع عندها عندنا ليها تو فاليو. ايه هما التو فاليو يا باشمهندسين؟ ايه هما التو فاليو؟ 0.082 و 0.314 يا 0.082 يا 0.314. طب تقدروا تقولوا لي انت ال 0.082 ظهرت لما كنت مشغل البريشر بايه والفوليوم بايه؟ اتموسفير وليتر. اتموسفير وليتر. وامتى ال 8.314 ظهرت؟ لما كنت مخلي البريشر ايه اليونت بتاعته؟ باسكال والفوليوم ومتر كيوب. ومتر كيوب تمام. يبقى انا اقدر استنتج من هنا ان ده كده جروب على بعضه ما ينفعش افصله، وده كده برضو جروب على بعضه ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش افصله. معنى ايه؟ ان انا لو استخدمت البريشر بالاتموسفير خلاص انا حر. عايز تستخدمه اتموسفير، عايز تستخدمه باسكال، انت حر. بس انت حر في حاجه واحده، انما هيبقى غصب عنك الحاجه الثانيه. لو انت اشتغلت البريشر بالاتموسفير غصب عني اخلي الفوليوم بمين؟ بالليتر. بالليتر. غصب عني اخلي الار بمين؟ 0.082. بالظبط. خلاص كده بقى ما ينفعش، ما بقاش بمزاجي هنا. تمام؟ يبقى انا الجروب ده ما ينفعش يتفصل عن بعض. يعني هل ينفع اشتغل البريشر بالاتموسفير والفوليوم بالمتر كيوب؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى طالما البريشر بالاتموسفير يبقى غصب عني لازم اخلي الفوليوم باللتر، يبقى غصب عني لازم اخلي الار بال 0.082. لو البريشر بالباسكال يبقى لازم غصب عني اخلي الفوليوم بالمتر كيوب، يبقى غصب عني لازم اخلي الار بال 8.314. حد عنده اي مشكله؟ حد عنده مشكله؟ ردوا. انا عندي سؤال بس في القانون بتاع افوجادرو. اسال. انا مش يعني مش فاهم يعني الفي تتناسب مع الان. يعني لو انا عندي 1 مول من الاكسجين في اوضه لو حطيت 2 مول الفوليوم هيزيد؟ لا انا مش بتكلم على حجم ثابت. هو فعلا انت سؤالك صح، بس الكلام ده الاوضه هل دي حجمها متغير؟ لا. لا انا بتكلم، انا الاكزامبل اللي انا قلته، انا قلت انا بنفخ ايه؟ بالونه. بالونه. فلازم اخلي الحجم متغير علشان اقدر اشوف علاقه النمبر اوف مول بالفوليوم، صح؟ اه. هل ينفع اشوف علاقه ما بين حاجه وحاجه وانا عارف ان الحاجه الثانيه دي هتفضل ثابته ما تتغيرش؟ يعني الفوليوم بيتغير؟ لا. لو انت جبت 1 مول من الاكسجين وحطيته في اوضه هيبقى حجمه الاوضه. لو جبت 1 مول من الاكسجين، 10 مول من الاكسجين، 1000 مول من الاكسجين حطيته في الاوضه هيبقى حجمه هو حجم الاوضه. بس انا هنا ما كنتش بتكلم على اوضه، انا بديك اكزامبل بالونه. هل لما تنفخ تحط مول زي ما تحط 10 مول جوه بالونه؟ لا تختلف. المثالين مختلفين تماما. انا فهمت، شكرا يا باشمهندس. تمام. طيب كده احنا خلصنا القانون كله بي في ايكوال ان ار تي. طيب عايزين تو نوتس كده عندنا صغيرين، ناخد تو نوتس كده صغيرين. نوت، اول نوت عندي باشمهندسين، هو القانون بتاعك بي في ايكوال ايه؟ رد. ان ار تي. ان ار تي. طيب مش انت خدت اقدر اشيل الفوليوم واكتب اقدر اشيل النمبر اوف مول واكتب مكانها ايه؟ ماس اوفر مولر ماس. جدع. ماس اوفر مولر ماس في الار في التي. لو جيت قسمت المعادله دي على في، هنا على في وهنا على في، طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ في هتروح مع في، هيفضل مين؟ بي ايكوال.
حد يقدر يقول لي الماس على الفوليوم بيساوي مين؟ دنستي. تمام. دنستي ايكوال ماس على فوليوم. يبقى انا اقدر اشيل ام على في واحط مكانها مين؟ دنستي ار تي على ام. يبقى ده القانون لو انا عايز استخدم او عايز اجيب دنستي. تمام. لو عايز اجيب دنستي يبقى بي في بتساوي ان ار تي ماس على فوليوم. الماس على الفوليوم ده اللي هو يعني شلت النمبر في مول وكتبت ماس على مولر ماس، قسمت المعادله على في، يبقى هنا فضل البي ماس على فوليوم شلتها وحطيت ال دي، يبقى البي ايكوال دي ار تي على ام واللي هي المولر ماس. خلاص. يبقى البي ايكوال دي ار تي على ام اللي هي مين؟ اللي هي المولر ماس. خلاص. يبقى بي ايكوال دي ار تي على ام اللي هي المولر ماس. يبقى ده القانون لو انا عايز اجيب دنستي، بي ايكوال دي ار تي على ام. طيب تاني نوتس عندنا، تاني نوت عندنا ايه هي؟ بيقول لك المول of any substance contain Avogadro's number of molecule. يعني ايه الكلام ده؟ ايه مول وموليكول؟ ايه العك ده؟ ايه الكلام ده معناه ايه؟ تعال نشوف. شايف ده؟ ده المول. طب شايف ده؟ ده الموليكل. يبقى المول ده الكبير بيتكون من موليكل. طب اي مول من اي ماده في كام موليكل؟ في افوجادروز نمبر من الموليكل اللي هو كام؟ اللي هو 6.023 في 10 تو باور 23. فهمتوا ايه الفرق ما بين المول والموليكل؟ باشمهندسين تمام. يبقى المول بيحتوي على مين؟ افوجادروز نمبر من الموليكل. من الموليكلز. اي مول من اي ماده بيحتوي على افوجادروز نمبر من الموليكل. يبقى لازم تركز في المساله، هو انا عايز النمبر اوف مول ولا عايز النمبر اوف موليكل؟ خلاص. يبقى النمبر اوف المول ده الكبير، الموليكل دي الحاجات الصغيره الجزيئات اللي جواها. طب اي مول بيحتوي على افوجادروز نمبر من الموليكل؟ طب لو انا عندي مول تاني يبقى فيه كام موليكل؟ افوجادروز نمبر. طب لو عندي مول تاني يبقى فيه كام موليكل؟ افوجادروز نمبر. طب لو عايز احسب النمبر اوف موليكل في الثلاثه نضرب افوجادروز نمبر في عدد المولات، يبقى ال n في افوجادروز نمبر. ما هو ده في افوجادرو وده في افوجادرو وده في افوجادرو، يبقى الثلاثه فيهم ثلاثه في افوجادرو. يبقى النمبر اوف موليكل عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف مول في افوجادروز نمبر. خلاص. يبقى النمبر اوف موليكلز عباره عن ايه؟ نمبر اوف موليكل عباره عن ايه؟ ردوا. نمبر اوف مولز في افوجادروز نمبر. نمبر اوف موليكل هو عباره عن النمبر اوف مول في افوجادروز نمبر. يبقى النمبر اوف موليكل هو عباره عن النمبر اوف مول في افوجادروز نمبر. تمام. طيب تعال ناخد اكزامبل سريع كده. لو جيت قلت لك ايه؟ calculate the pressure لو جيت قلت لك او at what pressure at what pressure will 0.25 مول of N2 occupy 10 liter at 100 درجة سلس at 100 درجة سلس. طيب at what pressure؟ أنا عايز البريشر.
تمام؟ انا عايز البريشر. وال 0.25 مول يعني النمبر اوف مول 0.25 اوف ان 2 اوكيباي 10 لتر يعني الفوليوم 10 لتر. طالما في فوليوم يبقى بي في بتساوي ان ار تي على طول ما تفكرش. طالما في فوليوم جاز يبقى ما تفكرش. اول ما اديك فوليوم جاز يبقى جاب سيره الفوليوم يبقى بي في بتساوي ان ار تي على طول. ات تمبريتشر 100 درجه سيلسيوس. انا بشتغل بالسيلسيوس لا كلفن يبقى 373 ديجري كلفن. طيب انا عايز البريشر في فوليوم يبقى ما فكرش وبتكلم على جاز يبقى ما فكرش. اروح حاطط القانون على طول اشوفه عايز ايه بعد كده. طيب يلا يا باشمهندس البريشر انا عايزه الفوليوم بكام؟ 10 لتر. 10 لتر ينفع اشتغل باللتر ولا ما ينفعش؟ ينفع تمام. النمبر اوف مول بكام؟ 0.25 يبقى الـ R 8.314 التمبريتشر تبقى 373. حد عنده مشكلة؟ الـ R مش كده صح؟ الـ R كده غلط. الـ R المفروض تبقى كام؟ 0.82 تمام. ليه؟ عشان شغال باللتر وبالأتموسفير زي الفل كده. في ساعتها البريشر لازم يطلع بمين؟ الأتموسفير. الأتموسفير أهو. طالما لتر يبقى لازم اتموسفير. خلاص انا كنت حر في الاول انت قلت اشتغل باللتر ماشي. طب بس طالما لتر بقى انا بقيت مجبر يبقى ال R 0.082 يبقى البريشر بالاتموسفير. طيب انا عايز حد يحلها لي بيونتس ثانيه نرخم شويه. ممكن سؤال بس يا دكتور؟ اتفضل. مش ال R دي احنا كنا حاسبينها عند الستاندرد يعني انا كنت تيب 0 بس ال R ال R دي قيمه كونستانت. فانا لو انت هسالك سؤال افرض ان انا اديتك مساله خلاص اديتك حاله تمام بريشر وفوليوم هتعوض بالار دي صح تمام وفي نفس المساله اديتك حاله تانية هتعوض بالار دي ولا لا يعني هي ثابته انا كنت بحسب بس احنا لا لا هي بس احنا قلنا عشان نحسبها هنحسبها من هنا انما هي ثابته تمام تمام هل لو انت ضربت فيها هنا وضربت فيها في الحاله الثانيه الارقام هتتغير لا لا تمام لانها فاليو ثابت تمام طيب لو عايز حد يشتغلها لي بيونت تانية ممكن نشتغلها بايه مثلا ممكن نشتغلها بملي متر كيوب متر كيوب متر كيوب ولا ملي متر كيوب لا متر كيوب متر كيوب ما فيش حاجه اسمها ملي متر كيوب ماشي مش هشتغل بالملي متر كيوب طيب ازاي احول ده لمتر كيوب اضرب في 10 اس سالب 3 تمام متر كيوب طيب انت كده بقى انا كنت حر يبقى الار ساعتها طالما ده متر كيوب يبقى الار بكام 8.314 و373 يبقى انا ساعتها البريشر هيطلع بمين باسكال زي الفل باسكال زي الفل حد عنده اي مشكله في حد عنده مشكله في الحاجه اللي شرحتها يا ابني رد انت وهو فاهمين ده تمام يا دكتور تمام طبعا النظام عندنا هيبقى ايه انا هديكوا اسبوع ان شاء الله اللي هو الاسبوع ده دكتور عمرو هيديكوا اسبوع دكتور محمود صلاح هيديكوا اسبوع ودكتور احمد عبد الحميد هيديكوا اسبوع تمام انا ان شاء الله بعد الاسبوع ده حد بعديه هيكمل معايا تعالى بقى نخش على الجزء بتاع المسائل تمام تعالوا نخش على الجزء بتاع المسائل طيب باشمهندس القانون بتاعي بيقول ايه يا باشمهندس
القانون بتاعي بيقول ايه. ردوا بي في ان ار تي ايكوال ان ار تي. معلش يا دكتور هو في شير ولا مش مش واضحه مش باين. كده تمام تمام كده دكتور. طيب الايديال جاز لو ايديال جاز. مش احنا قلنا القانون يا باشمهندسين بي في ايكوال ان ار تي. قلنا هنشتغل بكام يونت في البريشر يا باشمهندسين؟ باسكال و اتموسفيرو باسكال. اتموسفيرو باسكال تمام. هشتغل بكام يونت في الفوليوم؟ باللتر واللتر. تمام. هشتغل بكام يونت في التمبريتشر؟ كلفن. ديجري كلفن. ديجري كلفن تمام. اشتغل ب الديجري كلفن تمام. طيب النمبر اوف مول قلنا ازاي بنحسبها؟ ماس اوفر مولر ماس. طيب بص بقى، اول ما النمبر اوف مول تيجي في دماغك انا عايزك تقسم دماغك لحتتين. لو انا عندي ماس يبقى النمبر اوف مول ماس على مولر ماس. لو انا عندي ماس يبقى النمبر اوف مول ماس على مولر ماس. لو انا عندي فوليوم يبقى النمبر اوف مول بي في على ار تي. خلاص، يبقى لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي. خلاص، يبقى النمبر اوف مول اول ما عاوز احسبها دماغي بتيجي الحتتين. تمام، لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي، ده اللي هو النمبر اوف مول. تمام، يبقى لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي. طيب تمام، يبقى اول ما يجي النمبر اوف مول في دماغي يبقى انا دماغي بتتقسم لحاجتين، لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي. طيب الار يا باشمهندسين قلنا حسبناها عند حاجه اسمها مين؟ حسبناها عند حاجه اسمها مين؟ اسمها ايه؟ ستاندرد بريشر اس تي بي. الاس تي بي ده كانت ظروفه ايه؟ البريشر بكام؟ واحد اتموسفير والتمبريتشر ب 0 ديجري سيليسيوس. تمام، واف مين؟ نمبر اوف مول ب 1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. 22.4 لتر تمام. الار يا باشمهندسين خدنا ليها كام فاليو؟ 2 2. ايه هما؟ 0.082 8.314. تمام. ابن امتى اشتغلنا بال 0.082 لما يكون البريشر بمين؟ سفير. والفوليوم لتر. امتى اشتغل بال 8.314 لما يكون البريشر بالباسكال والفوليوم متر كيوب؟ متر كيوب. تمام، طيب ايه القانون اللي فيه الدنسيتي يا باشمهندسين؟ الام على في. لا، اللي فيه البي. بي ايكوال مين؟ دي دي ار تي على ام. تمام، دي ار تي على ام. طب ازاي احسب النمبر اوف مش مول بقى، نمبر اوف مولكيول؟ عدد الغدد المول
هي النمبر اوف مول، النمبر اوف مولكيول هو النمبر اوف مول صح، بس اضربه في مين؟ افوجادروس نمبر. افوجادروس نمبر. خلاص حد عنده مشكله؟ تمام. فين عمر يسري؟ ايوه يلا عمر حل. لما عوز الدنستي هنقول بي بيساوي دي اوفر مولر ماس. جدع عمر، هو بيقول كالكوليت ذا دنستي، هو عايز الدنستي. تمام. اوف ميسين ان جرام باللتر، عايز الدنستي اليونت بتاعتها يبقى فيها لتر، خلي بالك جرام بير لتر. عند تمبريتشر 25 هتعمل ايه في 25 دي يا عمر؟ هزود عليها 273، يبقى 298 ديجري كلفن. تمام. عند تمبريتشر والبريشر مديهولك بكام يا عمر؟ تمام. طيب خلي بالك هو مديك باللتر، هو عايزها باللتر، يبقى لازم غصب عنك تشتغل البريشر بمين يا عمر؟ بالاتي. تمام. طيب ايه بقى القانون؟ يلا قول لي. بي ايكوال دي اوفر ام ماينس ار تي. تمام. بي ايكوال دي ار تي على ام. تمام. البريشر عوض، يلا البريشر اهو الدنستي هو عايزها. الار 0.08. ليه استخدمتها بالفاليو دي؟ عشان ATM. تمام. التمبريتشر اللي جبناها المولر ماس بتاع ال CH4 1 × 12 + 4 × 1. تمام. يبقى 12 + 4 خلاص، اللي هو 16. حد عنده مشكلة يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكلة؟ ردوا. تمام يا دكتور. تمام. طيب. فين سادة حازم؟ ايوه دكتور. يلا يا باشمهندس حلي معايا دي. مواعيد عدد المولات. كالكوليت، اقري كده واحده واحده. كالكوليت ذا مين؟ نمبر اوف موليكولز ريمينينج. هو عايز النمبر اوف موليكولز صح؟ اكتبي الاول قانون النمبر اوف موليكولز ايكوال ايه؟ يبقى عدد ثانيه. ماشي بس انا اتلخبطت شويه. واحده واحده. نمبر اوف مولكيولز بيساوي ايه؟ المفروض عدد افوجادرو في بالظبط في مين؟ ثانيه بس. في النمبر اوف مول، مش احنا قلنا في فرق ما بين النمبر اوف مولكيولز والنمبر اوف مول؟ تمام. صح ولا لا؟ تمام. النمبر اوف موليكول هو النمبر اوف مول في افوجادروس نمبر. كملي اقري بقيه المساله. كالكوليت ذا نمبر اوف موليكولز ريمينينج ان ان الكترونيك فاكيوم تيوب اوف كاباستي 180 سنتيمتر كيوب. يبقى هو كده مديكي مين؟ الحجم. الحجم 180 سنتيمتر كيوب. عايزه تحوليه لايه؟ ثانيه هو مش من احوله لتر مثلا. براحتك نحوله لتر. ماشي. طب خليها واحنا بنحل المساله نبقى نحول. تمام. which has been evacuated and sealed off at 25 degrees celsius. دي مين؟ التمبريتشر. temperature 25 degrees celsius.
هجمع عليها يبقى 298 ديجري كلفن. تمام. طيب اد بريشر كذا، مديك البريشر 10 تو باور نيجاتيف 7 ملي متر ميركوري. المفروض ان انا مش مستخدم ال... يلا احنا عايزين نحسب مين ال number of molecule. يبقى لازم نحسب مين عشان نحسب ال number ال n اللي هي مين اللي هي عدد المولات. عدد المولات تمام، اللي هي number of moles. قلتلك يا فدى اول ما عوز احسب ال number of mole فاكرة دماغي بتتقسم لكم حاجة؟ الاثنين. اثنين يا ايه يا ايه؟ الناس على المولكن ماس بالضبط، او فوليوم اللي هو n يساوي pv على rt بالضبط. يا ده يا ده، هنا انت شايفه ان انت عند هتستخدمي انهي قانون في الاثنين؟ ال n يساوي pv على rt بالضبط. انا هستخدم القانون ده n equal pv على rt، انا هستخدم القانون ده خلاص. ليه؟ لان انا عندي فوليوم. يبقى باشمهندسين تركزوا ان في فرق ما بين النمبر اوف مولكيول والنمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز بجيبه من بي في على ار تي. تمام يلا كملي. النمبر او النمبر اوف مول ماس على المولر ماس او بي في على ار تي على حسب المساله. النمبر اوف مولكيول هو النمبر اوف مول في افوجادروز نمبر. البريشر عايزه تخليه بايه؟ باللتر. البريشر سوري معلش، هو بس عايز اشوف المسألة تاني. هي كده كده الفاليو عندك اهو، دي بالسنتيمتر كيوب وده بالمتر كيوب. مش ممكن احول الفاليو للتر اول؟ اللي يريحك نحول الفوليوم للتر. طيب ازاي من سنتيمتر كيوب لليتر؟ لليتر يبقى ثانية اقسم على 10 اس 3. تمام يبقى نحول ده للتر. ماشي اهو، خلي ده دلوقتي نشتغل على الفوليوم. الفوليوم فانت قلت يبقى 180 في 10 تو باور نيجاتيف 3. ماشي طيب طالما ده بقى باللتر يبقى لازم تخلي البريشر بمين؟ الاتموسفير. تعملي ايه؟ يبقى هو لتر ثانيه بس هو البريشر عندي ب كده اضربه بس انا مش حافظه الارقام. بس بص على الارقام قدامك. يبقى اللي هو 101325 على 700. انت عايزه تحولي من ملي متر ميركوري لمين؟ تمام ثانيه. يبقى 10 1 1 0 1 3 2 5. ركزي قبل البسكال. انت عايزه تحولي من ملي متر مين؟ من ملي متر ميركوري لمين؟ انت عايزه تحوليها لمين؟ من ماشي ليه باسكال، انا عايزه احولها لباسكال. عايزه تحوليها لباسكال، يبقى الفوليوم ينفع يكون باللتر؟ لا باشمهندسه انت خليتي الفوليوم بايه؟ باللتر. يبقى لازم تخلي البريشر بايه؟ انت متوتره ليه؟ انا مش عارفه انا متوتره اول مره اجاوب. واحده واحده، انت خليتي البريشر بايه؟ الفوليوم سوري باللتر. فلازم تخلي البريشر بايه؟ بالاتموسفير. فين الجمله اللي فيها عندك قدامك دلوقتي ان انا احول العلاقه ما بين الملي متر ميركوري والاتموسفير؟ مش بتعرف، مش مستريح، فمش عارفه اجاوب دلوقتي. بصي مش انت مكتوب عندك، اقري كده التحويلات اللي مكتوبه عندك. اول تحويل مكتوب ايه؟ اللي هو الاتموسفير اللي هو 1 اتموسفير بيساوي مين؟ هو مكتوب ليه يساوي 760 ملي متر مركري. تمام مش مكتوبه كده عندك؟ ايوه تمام. طيب يبقى اطلع عشان تحولي من ملي متر مركري للاتموسفير بقى هتضربي ولا هتقسمي في 760؟ من اتموسفير مظبوط قطعه بس من عندك. بصي يا باشمهندس مش انت عندك مكتوب قدامك دلوقتي ان ال1 اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركوري؟ 760 صح؟ انت عايزه تحولي من ايه لايه؟ من اتموسفير لميركوري. من اتموسفير لميركوري ولا من ميركوري لاتموسفير؟ ميركوري لاتموسفير. مش انا قلت اقسم بس حضرتك سكت. تمام تقسمي صح؟ تقسمي على كام؟ اقسم على 760
60 تمام. يبقى اهو يبقى 10 تو باور نيجاتيف 7 اقسمها على 760 اتموسفير. تمام. الفوليوم لازم يكون بمين؟ باللتر. باللتر. طيب اللي هو ده 10 تو باور نيجاتيف 3 لتر على طالما ده اتموسفير ولتر يبقى الار بكام؟ ب 8.314 كده؟ سوري ب 0.082 تمام. ليه 0.082؟ استخدمت لتر واتموسفير. تمام. التمبريتشر بكام؟ التمبريتشر ب 298. هقدر احسب النمبر اوف مول. تمام. سي مثلا النمبر اوف مول هيطلع عندي ب 9.7 في 10 تو باور نيجاتيف 13 مول. انا مش عايز النمبر اوف مول، انا عايز مين؟ لو نمبر اوف مول هتعملي ايه؟ اقسمه على افوكادرو. هتقسميه؟ هضربه في افوكادرو. شانسين انتوا ليه بتخافوا وانتوا بتحلوا؟ مش عارفه تعبانه شويه بس. ألف سلام. طيب حد عنده مشكلة في المسألة دي يا باشمهندسين؟ دكتور معلش. هو حتة الضرب في أفوكادرو ده أنا مش فاهمها يعني. باشمهندس أنت المول فيه كام موليكل؟ أنت فاهم إيه الفرق ما بين المول والموليكل يا باشمهندس؟ اللي بيسأل صراحة راحت مني. طيب مفيش مشكلة، اسأل اسأل مرة واثنين وعشرة. شايف الكبير ده هو المول. تمام. المول جواه ايه؟ موليكل. تمام. تمام. طيب المول جواه كام موليكول افوكادروز نمبر؟ المول ده جواه كام موليكول افوكادروز نمبر؟ تخيل ان افوكادروز نمبر ده 20 مثلا، يعني هو مش 20، هو 6.023 في 10 تو باور 23 وده 20. يبقى في الاثنين دول انت عندك كام موليكول؟ يا باشمهندس معاك انا، لو ده فيه 20 موليكل وده فيه 20 موليكل يبقى الاثنين دول فيهم كام موليكل؟ 40. عملت ايه؟ جمعتهم او ضربت كام في كام؟ 20 في 2 بالظبط. هو هنا ده بقى افوكادروز نمبر مش 20، افوكادروز نمبر هو الرقم ده صح؟ صح. فلو عايز تجيب عدد الموليكول في الاثنين هتعمل ايه؟ اضربه في 2 بالظبط. لو في 3 عايز تجيب عدد الموليكول هتعمل ايه؟ اضربه في 3. لو في مليون هتعمل ايه؟ هتضربه في مليون. في مليون بالظبط. وصلت؟ وصلت. شكرا. شكرا. باشمهندسين فهمتوها؟ فهمتوها يا باشمهندسين؟ اه تمام يا دكتور. تمام. مين يحل دي؟ اسلام فرج. ايوه. الله اسلام. معلش يا دكتور ممكن تعدينا عشان انا دخلت المحاضرة متأخر بس. ما هو ما ينفعش يا اسلام. انا دخلت متأخر للأسف يعني من حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة. اما انت كده مش تفهم حاجة. حاول بقى تبقى تسمع الفيديو بتاعها تاني. حاضر يا دكتور. فين ايه؟
فين عز الدين محمود؟ ايوه يلا عز يلا. حلو، المساله دي حلوه، اقرا كده عز واحده واحده. ماشي، عندنا 4.8 grams of oxygen. عندي ميكتشر من جازس الماس بتاع الاكسجين equal 4.8 جرام، تمام. 7 grams of nitrogen. عندك الماس بتاع النيتروجين 7 جرام، تمام. At 30 سليزيوس. الميكتشر ده عند تمبريتشر 30 سليزيوس يعني كام؟ 303 كلفن، تمام. بريشر ووز ات الجاز ده كله عند بريشر كام؟ 750 ملي متر مركب. تمام. كالكوليت ذا فوليوم اوف ميكتشر، عايز الفوليوم بتاع الميكتشر ده. تمام. هو انت عندك فوليوم يبقى اكيد، وجاز يبقى اكيد، القانون اللي هستخدمه ايه يا اسلامي؟ بي في ان ار تي. بس انا عايز بالظبط عوض البريشر بكام؟ باشمهندسين ما تحاولش تشغل يعني، بص فوليوم وعندي جاز يبقى بي في بتساوي ان ار تي خلاص، طالما في فوليوم جاب سيره الفوليوم وعندي جاز يبقى بي في بتساوي ان ار تي. تمام. البريشر بكام؟ 750 ملي متر مركري. تمام. هشتغل بالملي لا هنحوله مثلا لاتموسفير. بتعمل ايه؟ هقسم على 760. جدع. تمام. الفوليوم الفوليوم عايزين نمبر اوف مول، وانا عايز انا عايز الفوليوم بتاع الميكتشر صح؟ يبقى لازم ده يكون بتاع التوتال وده بتاع التوتال وده بتاع التوتال. تمام. يبقى احنا هنجيب النمبر اوف مولز بتاع التوتال. صح جدع. تمام. يبقى عندي ادي البي في ايكوال ان ار تي، فالبريشر اهو، الفوليوم انا عايزه، النمبر اوف مول هنجيبه ازاي بقى؟ ماس على مولر ماس. تمام. ماس على المولر ماس. جدع. عشان انا عندي ماس هتجيبه ازاي بقى؟ ممكن نجمع الاثنين على بعض ونجمع المولر ماس ونقسمه على المولر. دي اللي انا مستنيها، النمبر اوف مول. فراح اسلام قال ايه؟ الماس بتاع الاو 2 زائد الماس بتاع الان 2 على المولر ماس بتاع الاو 2 زائد المولر ماس بتاع الان 2. طيب فاسلام قال ايه؟ عز والله يا دكتور. عز قال ايه؟ قال اللي هو 4.8 بلس 7 على 2 في 16 زائد 2 في 14. طيب كده صح ولا غلط؟ قول لي انت. لا اظن غلط. قول لي انت دي كده صح ولا غلط؟ يعني اللي انت بتقوله ده كده صح ولا غلط؟ غلط. الو شوانسين. ايوه دكتور. اتفضل. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ اظن غلط، لان احنا مش هينفع نجيب يعني عدد مولات ال ده غلط. ليه؟ لان انا كده بعتبر ان الجاز N2O2. ايوه صح. فانا ما ينفعش. هل انا قلت ان الجاز N2O2؟ لا. هل انا قلت الكلام ده ان الجاز N2O2؟ انا قلت الكلام ده؟ لا. صح. فالكلام ده غلط. امال اعملها ازاي؟ يبقى انا لازم اجيب النمبر اوف مول بتاع الاو 2 لوحده والان 2 لوحده وصلت يا باشمهندسين؟ باشمهندسين تمام. الباقي تمام يا دكتور. فهمتوا ايه الغلط اللي عز عمله؟
تمام. طيب يبقى هنا نعمل ايه بقى عز؟ يبقى 4.8 على 32 بلس 7 على 28. في الار يبقى 0.082 في التمبريتشر 303. تمام. طيب يبقى احنا كده دي اول حته اتعلمناها من المساله دي. ايه اللي احنا اتعلمناه من المساله دي؟ ان انا ما ينفعش اجمع لما عاوز اجيب النمبر اوف مول بتاع كل حاجه، ما ينفعش اجمع ماس على مولر ماس، لا انا اجيب ده لوحده وده لوحده وده لوحده واجمعهم بعد كده على بعض. تمام. طيب هو عايز الضغط بتاع كل جاز لوحده، اجيبه ازاي؟ يعني عايز البريشر بتاع الاو 2 لوحده وعايز البريشر بتاع الان 2 لوحده، اجيبه ازاي؟ هحسب بقى بعد ما اجيب الفوليوم هحسب كل واحد لوحده. بالظبط. ازاي هحسب بقى النمبر اوف مولز لوحدها للاو 2 والان 2 لوحدها كده؟ ده وبعدين توتال وده توتال وده توتال صح؟ لا انا عايز بقى بتاع الاو 2 لوحده والفي بتاع الاو 2 الفي والان بتاعت الاو 2 والار والتي. البي بتاعت الاو 2 ما اعرفهاش. الفوليوم بكام؟ الفوليوم بتاع ال حد يقدر يحسب لي الفوليوم هنا بشمهندسين بعد اذنكم هيطلع بكام؟ كم؟ 10.07 07؟ لا 07. تمام 10.07. تمام اوكي. تمام. طيب يبقى هنا 10.07. عارف الحجم بتاع الـ O2 لوحده كم؟ 10.07. هتقول لي ايه ده؟ احنا هنهرج، هو مش ده حجم الاثنين مع بعض؟ اه. طيب هتعرف السؤال ده اجابته لما ناخد الريال جاز ان شاء الله. ازاي؟ في الايديال جاز انا بعتبر ان الموليكول بوينت ماس. يعني ايه بوينت ماس؟ تخيل انا وعز واقفين في صحراء، انا وعز واقفين في صحراء. تمام. احنا هنا شغالين على الايديال جاز، فانا دايما بدي ان الايديال جاز ده الموليكول موجوده في صحراء، انا اقدر اتحرك فين لو انا وعز موجودين في الصحراء؟ في اي حته. في اي حته. ليه في اي حته؟ يعني انا حجمي هيبقى حجم مين؟ الصحراء. الصحراء كلها، لان عز بالنسبه للصحراء ولا حاجه. ولا حاجه. بوينت ماس. تمام. فهنا طالما ايديال جاز يبقى لو انا عندي الكونتينر، طالما ايديال جاز هتفهمها اكتر لما ناخد الريال جاز. لو انا عندي ايديال جاز اهو انا وعز واقفين، فانا وعز حجمنا 10.07 لتر احنا الاثنين مع بعض، وانا لوحدي حجمي 10.7 لتر، وده لوحده عز لوحده 10.07 لتر. ليه؟ لان عز ولا حاجه بالنسبه للصحراء. يبقى في الايديال جاز انا بعتبر الجزيئات كبوينت ماس، تعتبر كنقطه. تمام. يعني حجمها مهمل في الايديال جاز، انما في الريال جاز لا. وصلت يا باشمهندسين؟ وصلت يا دكتور. تمام. هنا بقى انا عايز بتاع الاكسجين لوحده، يبقى النمبر اوف مول بتاع الاكسجين لوحده اللي هو 4.8 على 32 في الار اللي هي 8.082 في التمبريتشر اللي هي 303. نفس الكلام البي بتاعت ال N2 في ال V equal ال N بتاعت ال N2 في ال R في ال T، فالبي بتاعت ال N2 الفوليوم هيبقى برضو نفس الكلام، اللي هيختلف النمبر اوف مول
اللي هو 7 على 28 في 0.082 في 303. خلصت المسألة على كده. يبقى المسألة دي يا باشمهندسين نطلع منها بحاجتين مهمين جدا. ايه هما؟ ان انا لما عاوز اجيب الان توتال ما ينفعش اجمع الماس كلها على المولر ماس كلها، لازم اجيب ده لوحده وده لوحده، النمبر اوف مول بتاع ده لوحده وده لوحده واجمعهم على بعض. تمام. طيب الحاجة التانية، لو انا 100 انا وجاز تاني موجودين في مكان، تمام، فانا حجمي هيبقى حجم المكان وهو حجمه هيبقى حجم المكان، واحنا الاثنين مع بعض هيبقى حجمنا نفس المكان. ليه؟ لان احنا بالنسبه لبعض انا حجمي مهمل بالنسبه له وهو حجمه مهمل بالنسبه لي، الجزيئات بتاعته يعني. وصلت؟ تمام. تمام. طيب بيقول لي 10 مول اوف ايديال جاز، دي برضو فكره تانية. يبقى اول فكره احنا خدناها في المساله في القوانين خالص اللي هي الدنستي، حليناها بسهوله جدا، بي ايكوال دي ار تي على ام. الفكره اللي بعدها انا عايز اجيب النمبر اوف موليكول، فاجيب النمبر اوف مول الاول واقسمه على عدد افوجادرو. النمبر اوف مول اول ما بيجي في دماغي، بتتقسم لحاجتين، يا ماس على مولر ماس يا بي في على ار تي. انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي على طول. المساله اللي بعد كده اللي عايز حلها، استفدنا منها ايه؟ استفدنا منها ان انا لما عاوز اجيب الان توتال ما ينفعش اجمع ماس كله على مولر ماس كله، تمام، لازم اجيب الان ده لوحده وده لوحده وده لوحده واجمعهم على بعض. تاني حاجه استفدناها من المساله دي ايه؟ اللي انا لو احنا مجموعه من الجازز بس لازم نكون ايديال جاز، يبقى حجمنا كلنا هو حجم الكونتينر، وحجمي لوحدي هو حجم الكونتينر، وحجمه لوحده هو حجم الكونتينر، وحجمه لوحده هو حجم الكونتينر. ليه؟ لاننا كلنا بنعتبر بوينت ماس بالنسبه لبعض، بنعتبر كنقطه بالنسبه لبعض. طيب المساله اللي بعدها، مساله شكلها الخط كبيره. طيب المساله اللي شكلها الخط دي نعمل فيها ايه؟ بعد كل فول ستوب نقف ونشوف هنستفاد ايه. تمام، بعد كل فول ستوب نقف ونشوف هنستفاد ايه. فين ايريني طارق؟ يلا ايريني حل. اول حاجه عندنا عدد المولات هيبقى 10، تمام، النمبر اوف مول 10 مول، والبريشر 8 اتموسفير، والبريشر 8 اتموسفير، والتمبريتشر هيبقى 300 كلفن، التمبريتشر هتبقى 300 ديجري كلفن. تمام، في فول ستوب اقفي. كده احنا تفادي ايه من الحته دي يا ايريني؟ ممكن نجيب الفوليوم عشان زي الفل زي الفل، ممكن اجيب الفوليوم بي في ايكوال ان ار تي، الفوليوم هو اللي ناقص، اقدر اجيب الفوليوم. تمام، البريشر بكام؟ هيبقى 8. الفوليوم الفوليوم اللي هنجيبه انا ما قريتش المساله لسه كلها، انا فول ستوب دي وقفت اشوف انا عايز ايه. تمام، النمبر اوف مول ب 10 10، الار هيبقى 0.082، تمام، عشان شغال بقى اتموسفير ولتر. تمام، التمبريتشر 300. هقدر اجيب الفوليوم تقريبا هيطلع ب 30.75 لتر. بصوا انا لو جيت قريت المساله 10 مول اوف ان ايديال جاز في ان سيجن بريشر 8 اتموسفير اند تمبريتشر 300 كلفن، ذا جاز از فيرست اكسباندد 300 انتل ذا فوليوم هاز بين دبل، نيكست تمبريتشر از ريزد تو 450 ات كونستانت فوليوم، فاينلي ان اديشنال 5 مول. انا لو قريت المساله قعدت اقراها كده بالطريقه دي من هنا لبكره ولا هعرف احل المساله. يبقى اتعلم لما تكون المساله كبيره بعد كل فول ستوب اقف. فقريني وقفت عند اول فول ستوب وقالت لي انا هستفاد منها كذا، اقري الجمله اللي بعدها وقولي لي هتستفادي منها ايه. كملي يا قريني. درجه الحراره اقريها اقريها. The gas is first expanded at 300 كلفن. تمام، يعني عند نفس الدرجة الحرارة. بيقول لك الجاز expanded until the volume has double. يبقى هنضرب الفوليوم اللي احنا جبناه في 2. صح، ما بيقول لي الجاز expanded عند 300 لحد ما بقى دبل، يبقى انا هستفاد من الجملة التانية ان الفوليوم التاني ده بقى دبل.
ده الفوليوم الاولاني. الفوليوم الثاني ده بقى دبل اللي هو كام؟ 61.5 لتر. تمام، دي الجمله الثانيه. الجمله الثالثه تستفادي منها ايه؟ درجه الحراره تبقى 450 عند نفس الفوليوم. انهي فوليوم؟ فوليوم 2 بقى. تمام، يبقى تي 2 بيقول لي next the temperature is raised to 450 عند نفس الفوليوم، يعني تي 2 بقت 450 ديجري كلفن. تمام، الجمله اللي بعدها اقريها، اقريها قبل ما تقولي. تمام، an additional 5 moles of gas are added at constant volume. يبقى هنضيف الخمسة على 10 اللي كانوا عندنا يبقى 15. بالظبط، بيقول لي finally an additional 5 مول، انا ضفت كمان 5 مول عند نفس الفوليوم، يعني اللي هو ال V2 اللي هو يبقى N2، ضفت 5 مول، انا كان عندي 10 مول، بيقول لي 5 an additional 5 مول، يبقى ده كام؟ 15. صح؟ يبقى اقدر اعمل ايه كده يا ايريني؟ هنكتب انا عايز الفاينل بريشر، يعني انا عايز البي. تبقى بي في بتساوي ان ار تي، بس هتبقى بقى اللي هم القيم الثانيه اللي احنا جبناها. بالظبط، انا عايز الفاينل بريشر، يبقى بي في بتساوي ان ار تي، يبقى بالبريشر انا عايزه الفوليوم اللي هو الجديد بقى، هو بيقول لي انا عايز البريشر بعد كده بقى كام؟ الان 15، الار 0.082، التمبريتشر 450، هلاقي ان البريشر الفاينل هيطلع ب 9 اتموسفير. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ اي بوينت من البوينت اللي في المساله محدش فاهمها عيدها؟ دكتور معلش، هو في واحد انا استفدت منها بايه كده؟ استفدت منها بايه؟ مش انت بيقول لك 10 مول اوف ايديال جاز كذا كذا كذا؟ تمام؟ تمام، جبت انت الفي كانت ناقصه جبتها. بيقول لك ذا جاز از فيرست اكسباندد انتل ذا فوليوم هاز دبل. الجاز اتمدد لحد ما بقى الضعف. طب هو نعرف هو كان كام عشان اعرف الضعف بقى كام؟ تمام، يعني انا جبت القيمه الابتدائيه بعد كده. تمام تمام تمام، وصلت؟ تمام وصلت دكتور، شكرا. حد في اي بوينت غير الباشمهندس مش فاهمها اعيدها؟ باشمهندسين انتوا ساكتين ليه؟ تمام يا دكتور. تمام، يعني السكوت ده فاهمين يعني ولا السكوت ده مكبرين؟ لا زي الفل يا دكتور. تمام، طيب المسألة اللي بعدها فين أحمد هشام؟ أيوة يلا يا أحمد حل. What are the volume occupied by 34 gram NH3 at standard temperature and pressure؟ هنجيب الـ number of moles. طب واحدة واحدة يا أحمد، أنا عايز الـ volume. صح؟ صح. واحدة واحدة، أنا عايز الفوليوم. أنا بحس إن أنتوا داخلين مع المسألة تتخانقوا معاها. واحدة واحدة. مشيت على المسألة واحدة واحدة، انسى إن ما في، انسى إن في مسألة تقف قدامك، لأن أي مسألة هتيجي أكيد ليها حل. What is the volume occupied by 34 جرام من الـ NH3؟ يبقى هو كده مديك إيه يا أحمد؟ هو مديني الماس بتاع الـ NH3. بكام؟ 34 جرام. تمام. قال لك at STP، استفاد منها حاجة؟ الفوليوم بتاع 1 مول بيكون تمام. طيب 22.4 لتر، خلي دي دلوقتي STP تستفاد منها ايه؟ ما ينفعش الكلمة دي تبقى مكتوبة واسيبها، استفاد منها ايه؟ قول لي كده الكونديشن. البريشر 1 اتموسفير ده الأساس، والتمبريتشر 273 كلفن، بس ده كده الاساس بتاعي، وانا عايزكم دايما تعتمدوا على ده. هكتب الجمله اللي انت قلتها، if the number of mole 1 يبقى الفوليوم كام؟ 22.4 لتر. طيب انا عايزك تحل الاول بالبريشر والتمبريتشر دول، سيبك من دي. تعمل ايه؟ انت عايز فوليوم ومن عندك بريشر وتمبريتشر وماس، تعمل ايه؟ PV equal NRT.
بالظبط، مش انا عندي عايز فوليوم يبقى بي في بتساوي ان ار تي. البريشر بكام؟ 1 اتموسفير. عرفته منين؟ ما هو مش موجود في المساله. اس تي بي. تمام. الفوليوم كام؟ مطلوب. مطلوب. شايف على الرغم ان المساله اس تي بي بس الفوليوم متغير عادي مفيش مشكله، هو اهم حاجه البريشر والتمبريتشر. نمبر اوف مول بكام؟ اجيبه منين؟ ماس اوفر مولر ماس. جدع، ماس اوفر مولر ماس. يبقى 34 على مولر ماس 14 زائد 3. الار 0.082. تمبريتشر؟ تمبريتشر 273. هلاقي ان الفوليوم تقريبا هيطلع 44.8 لتر. طيب ده حل. في حل تاني، مش لما كان النمبر اوف مول ب1 الفوليوم كان 22.4 لتر من الاس تي بي؟ صح؟ صح. طب هل انا عندي هنا النمبر اوف مول ب1؟ 34 اوفر 17 يعني ب2 صح؟ صح. فانا بقى عايز اعرف لما النمبر اوف مول يبقى ب2 الفوليوم هيبقى بكام؟ 34.8 برضه. فدايما انا عايزك تحل بالطريقه اللي فوق دي عشان ما تلخبطش نفسك في الكروس مالتيبليكيشن والكلام ده كله. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو دايما في الاس تي بي النمبر اوف مولز هيجي لنا واحد او اثنين او ثابت كده؟ لا، ممكن يجي اي رقم، ممكن يجي 2.7، ممكن يجي 4.5، اي رقم مش فرق. يعني النمبر اوف مولز مش لازم يبقى هو النمبر. لا لان بناء عليه النمبر اوف مول لو اتغير الفوليوم بيتغير، فالاثنين مرتبطين ببعض. انا قصدي يعني مش لازم يبقوا مالتيبلز اللي هي الان بواحد. لا لا. شكرا. شكرا. طيب مين بقى اللي كان بيسال؟ انا ده. يلا محمد حل معايا المساله دي. What is the volume of hydrogen gas will be produced at 0.963 atmosphere and 28 عشان خطري ما تقروش المسألة كده. What is the volume؟ يبقى أنا عايز مين؟ أطلع الـ given. أنا عايز مين؟ الـ volume. الـ volume. تمام. Of hydrogen gas will be produced at 0.963 atmosphere. يعني الـ pressure 0.963 atmosphere. and 228 degree celsius. يعني التمبريتشر بكام؟ 28 بس يا دكتور. 28 يعني 300 وكام؟ 301 دجري كلفن. طيب from the reaction of 6 جرام زنك، فمديك الماس بتاع الزنك صح؟ 6 جرام with excess 6 مولر HCl. سيبك من 6 مولر دي دلوقتي وانا هشرحها لك. ثواني بس ازود كلمه هنا. It says 6 مولر HCl. ثانية واحدة يا باشمهندسين وجاب. فانسين ادو. طيب سيبك من كلمه اكسس 6 مولر دي وانا هشرحها لكم دلوقتي كانها مش موجوده في المساله. بيقول لك اسيوم، بص يا باشمهندسين، طالما ما قالكش ان الجاز ريال جاز فانت بتعتبر ان المساله ايه؟ ايديال. لو ما قالش حاجه يبقى ايديال. عشان تبقى المساله ريال لازم اقول لك ريال، خلاص عشان ما تلخبطوش. يلا حل يا محمد. يلا يا محمد. Assume that the hydrogen is an ideal gas with zinc 65. تمام. هجيب ال number of moles بتاع الزنك. تمام. هو ده المولر ماس بتاع الزنك صح؟ بتاع الزنك.
هيبقى سي هيبقى 0.09 number of moles. تمام 0.09 تمام. وبعد كده هجيب الفوليوم اللي هو طلبه بتاع الهيدروجين جاز. ازاي بقى؟ مش انا معايا البريشر والتمبريتشر صح. يبقى انت برلين يعني هستخدم قانون بي في ايكوال ان ار تي. اه بالظبط صح. البريشر بكام؟ 0.963. تمام. الفوليوم بكام؟ عايز النمبر اوف مول ب 0.09 اللي هي 6 على 65.4. تمام. الار بكام؟ ب 0.082. تمام. التمبريتشر بكام؟ ب 301 كده زي الفل. حد عنده مشكله يا باشمهندسين؟ دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هي ال 65.4 عرفنا ازاي ان هي المولر ماس؟ هي طالما مكتوبه الزنك ايكوال كذا يبقى ده المولر ماس. هبقى انا اوضحها لكم في الامتحان. شكرا. حد عنده مشكله؟ فاهمين؟ تمام يا امين. طيب تمام. المسألة دي حلها غلط. أنا كده استخدمت المولر ماس بتاع الزنك، أنا عايز الهيدروجين. جدع، مين اللي بيتكلم؟ سعيد. جدع سعيد. بصوا بقى، على فكرة هي غلط لأن أنا قصد أغلطه. أنا قصد أغلط محمد علشان أنا عايزه يغلط. ليه؟ بص بقى. What is the volume of hydrogen will be produced from the reaction of 6 جرام زنك. طالما عندي اكتر من مادة في المسألة لازم احدد انا هشتغل على مين. انا عايز الفوليوم بتاع مين؟ الهيدروجين. يبقى كده اول ما تلاقي كذا مادة في المسألة ركز شوف انت عايز ايه. طيب انا عايز الفوليوم بتاع الهيدروجين will be produced at pressure كذا اتموسفير، يبقى ده البريشر بتاع الهيدروجين. And the temperature كذا. طيب. That produced from 6 جرام زنك، يبقى ده كده الماس بتاع الزنك. طيب أنا عايز الفوليوم بتاع الهيدروجين، يبقى لازم ده يكون بتاع الهيدروجين، ولازم ده يكون بتاع الهيدروجين، ولازم ده بتاع الهيدروجين، ولازم ده يكون بتاع الهيدروجين. هل ده بتاع الهيدروجين؟ لا بتاع الزنك. غلط. لا. لان ده كده النمبر اوف مول بتاع مين؟ زنك. بتاع الزنك. صح؟ صح ده. فهمتوا ايه الغلط؟ يبقى لما يديني اكتر من مادة في المسألة لازم اعرف انا هشتغل على مين. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. ردوا. تمام. 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 طيب ايه تاني؟ طب تعالى بقى نحل المسألة ازاي. حل المسألة ازاي؟ اهو بيقول لي هو الهيدروجين ده جاي من تفاعل مين؟ الزنك مع مين؟ مع ال HCl. فانا عايز اجيب علاقة ما بين مين ومين كده يا باشمهندسين؟ ما بين الزنك الهيدروجين والهيدروجين. عايز اجيب العلاقة دي ما بين الزنك والهيدروجين. اعمل ايه؟ اعمل معادلة التفاعل. اكتب بالظبط الزنك بلس ال HCl هيديني زد NCl2 بلس H2. والمسألة دي مهمة جدا. طيب اوزن المعادلة حط 2. لو المسألة ما جاتلكش كده يعني وما جاتلكش مسألة زي دي بالمعادلة دي انا هجيب لك المعادلة في المسألة. خلاص؟ احنا هنحاول نسهل عليكم على قد ما نقدر يعني لو ذاكرت الكلام ده كويس هيجي منه الامتحان. يبقى زد بلس 2 HCl اداني زد NCl2 بلس ال H2. خلاص؟ طيب انا عايز اجيب علاقة ما بين مين ومين؟ زنك والهيدروجين. بالظبط لان هو مديني زنك وهيدروجين. اروح جاي كده وحاطط على الزنك دايرة وعلى الهيدروجين دايرة. طيب اجيب علاقه ما بينهم من المعادله. يبقى اول سهم ده بيجي من المعادله. ده كم مول الزنك ده قدامه رقم كام؟
6 على 65.4 رقمه كام؟ واحد من المعادلة، يبقى واحد مول زنك اداني مين؟ كم هيدروجين؟ واحد مول، واحد مول هيدروجين صح؟ طيب ارجع بقى، يبقى السهم الاولاني ده من المعادلة، السهم التاني من المسألة، وانا عايز النمبر اوف مول بتاع الهيدروجين. طيب هنا اجيب النمبر اوف مول بتاع الزنك ازاي من المسألة؟ ماس على مولر ماس، مول من الزنك. وصلت صح؟ مش مفروض يا دكتور الستة مول بتاع ال HCl نحطها قبلها في المعادلة؟ سيبك من ال HCl بس دلوقتي، انا بكسب بس بوزن المعادلة وخلاص. عايز تحط دي ستة؟ مفيش مشكلة. عايز تحط دي ستة؟ ما عنديش مشكلة. ستة عشان تبقى دي ستة، تضرب المعادلة كلها في كام؟ ثلاثة في الزد ان وثلاثة في ال في ال H2. مش مش واحد اداك واحد زي ثلاثة ادات لك ثلاثة؟ صح ولا لا؟ تمام تمام. طيب حد عنده مشكلة؟ شونسين تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام تمام. طيب اعمل ايه بقى؟ يبقى انا كده اقدر اجيب النمبر اوف مول بتاع الهيدروجين ولا لا؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، هيطلع 6 على 65.4. يبقى هي جت باي لك مع مين؟ مع محمد. انما لو كان مثلا ده 2 وده 3 كانت هتختلف ولا لا؟ صح؟ ردوا. هتختلف. ففي الامتحان لو انت ما حليت لي المساله وهي هي نفس الرقم من غير ما تكتب المعادله، انا هعتبرك مش فاهم وهنقصك. فاهمين يا باشمهندسين؟ يبقى عرفت المعادله فايدتها ايه؟ اجيب علاقة، يبقى اول واحد ده من المعادلة، العلاقة دي من المعادلة، السهم التاني ده بجيبه من المسألة نفسها. طيب واحد هيقول لي طب الاكسس 6 مولر HCl دي بقى انا عملت بيها ايه؟ ولا حاجة. طالما لقيت كلمة اكسس كأنها مش موجودة. ليه؟ هو مين اللي بيأثر على كمية البرودكت في الكيميكال رياكشن؟ مين اللي بيأثر على كمية الناتج؟ الحاجة اللي كميتها صغيرة ولا الحاجة اللي كميتها قليلة؟ الرياكتن؟ آه. لما يكون مين اللي بيأثر على كمية النواتج اللي طالعة؟ الحاجة اللي كميتها صغيرة في الرياكتنت ولا الحاجة اللي كميتها برودكت في ولا الحاجة اللي كميتها كبيرة في الرياكتنت؟ اللي كميتها صغيرة؟ معرفش، أنا بسألكم. مين كم واحد موافق على صغير؟ حاجة اللي كميتها صغيرة؟ صغيرة الحاجة اللي أنا بضيفها. طيب ولا الحاجة اللي كميتها كبيرة؟ والناس اللي ساكتة ما بتردش دي خالص. أعتقد الصغيرة. صغيرة. طيب. أنا لو عندي حاجة كميتها كبيرة، ده الـ HCl. منها يترسب عمدا. ده الـ HCl. وعندي حاجة كميتها صغيرة، ده الزنك. تمام؟ قد ايه من الزنك هيتفاعل مع ال HCl؟ مع حته صغيره قد ده مثلا. صح؟ يبقى كميه البرودكت اللي طالعه هتبقى قد ايه؟ قده مثلا. طيب تعالى كبر دي الزنك كده شويه. يبقى هنا ده ايه؟ هيكبر. يبقى ده ايه؟ هيكبر. تعالى اكبر كده الزنك اكتر، يبقى ال HCl اللي انا هتفاعل معاه هيكتر، يبقى البرودكت اللي طالع هيكبر. يبقى مين كميه مين اللي بتاثر على البرودكت؟ الحاجه اللي كميتها قليله، يعني الحاجه لما تكون كميتها كبيره ولا ليها لازمه عندي، عشان كده ما استخدمتهاش في حاجه. وصلت؟
باشمهندس. تمام يا دكتور. بس تمام. طيب بسرعة بقى، عايز حد يحل لي دي. عرفتوا لما بيبقى فيه معادلة بتعملوا ايه؟ خلاص؟ فهمت يا محمد؟ محمد عمرو. ايوه يا دكتور مع حضرتك. تمام. ايوه فهمت. فين؟ فين هوريا؟ هوريا صح ولا ايه دي؟ هوريا محمد؟ ولا حورية؟ حورية محمد. حورية محمد يا دكتور، ثانية واحدة. أيوة يا دكتور مع حضرتك. يلا حورية حل. حاضر ثانية. هو عايز الفوليوم بتاع النيتروجين. تمام. أول حاجة أنا عندي كذا كذا حاجة، فحورية قالت إيه؟ قالت كلمة حلوة قوي، هو عايز الفوليوم بتاع النيتروجين لانها لقت كذا حاجه في المساله، فقالت لك لا انا حدد بقى اشتغل على ايه، انا عايز الفوليوم بتاع النيتروجين جنريتد ات 80 درجه سليزيوس. 80 دي يعني كام؟ حوالي 300 تقريبا، 53 ديجري كلفن تقريبا، صح ولا لا؟ صح يا دكتور. تمام. ومديك البريشر بتاع النيتروجين يا حوريه ب 800 823 ملي متر ميركوري. هقسم على طيب. 760. هقسم على 760 عشان احولها لاتموسفير. تمام. طيب بيقول لك كالكوليت ذا فوليوم اوف كذا جنريتد جنريتد ات كذا وكذا باي دي كومبوزيشن اوف 60 جرام من ال ان اي ان 3، فهو كده مديكي مين؟ الماس بتاعت ال ان اي ان 3. تمام. بكام؟ ب 60 جرام. هتعملي ايه يا حوريه؟ يلا انا عايز فوليوم. تمام. هنجيب ال N بتاعت ال واحدة واحدة، نكتب القانون الأول اللي أنا هشتغل عليه، أنا عايز فوليوم، يبقى هستخدم مين؟ ال BBNRT. تمام. أنا عايز نيتروجين، يبقى ده لازم كله يكون بتاع مين؟ النيتروجين. تمام، كملي. تمام. أنا بالتالي ال N بتاعت النيتروجين فهجيبها من المعادلة. صح، ال N بتاعت النيتروجين هجيبها من المعادلة. تعالي نكتب كده المعادلة بتاعتنا مع بعض. 2 NA N3 هيدينا 2 NA بلس 3 N2. أول حاجة تعمليها في المعادلة إيه؟ العلاقة عندنا بين الـ NA N3 وبين الـ N2 بس. زي الفل. زي الفل. حورية قالت إيه؟ أنا العلاقة ما عندي هتبقى ما بين ده، لأن هو ده اللي مدوني في المسألة. هو مديني الـ NA N3 بيانات الجافن بتاعته والـ N2، فأروح حاطط عليهم دايرة. لازم احط عليهم دايره كده، باول حاجه حدد واحط عليهم دايره، وبعد كده هتعملي ايه يا حوريه؟ ال 2 مول من ال ان اي ان 3 بيدينا زي الفل. زي الفل. 3 مول من ال ان 2. حوريه قالت اول حاجه هجيبها من المعادله. تمام. طب تاني حاجه يا حوريه؟ هنحسب ال ان بتاعت ال ان اي ان 3 بقانون الماس على المولر ماس. الماس على المولر ماس. المولر ماس بكام؟ المولر ماس هتبقى ثانية ب 23 زائد 2 3 في 14. زي الفل. زائد 3 في 14. تمام. فاقدر كده اجيب النمبر اوف مول بتاع ال N2 ولا لا؟ يبقى 63 على ال 23. انا مش معايا اقلام. طب ثانية واحدة انا هحسبها. مش مشكلة، خلاص مش مشكلة. انتوا 31.38 من 100 يا دكتور. كم؟ 31.38 من 100. تمام. مول. بس عوضي بقى يا حورية. في غلطة، معلش في غلطة لازم اقول عليها، الناس كلها بتغلطها. بتلاقي هنا 2 تروح ضربه هنا في 2 عشان في 2 في المعادله. لا، انا بقول ماس على مولر ماس، يعني وزن المول الواحد، ماليش دعوه بقى هنا 2 ان اي ان 3 100 ان اي ان 3. انا بقول ماس على مولر ماس، يعني وزن المول الواحد. تمام، عشان في ناس بتغلط في الحته دي. يلا حوريه كملي. تمام. هنعوض بقى بالنمبر اوف مولز بتاع النيتروجين في ال القانون بتاع البي بي ان ار تي.
زي الفل. تمام اقدر اجيب الفوليوم. طيب تمام. طيب مسألة دي يقول لي assemble of شكرا يا حورية. assemble of potassium chloride KCLO3 was decomposed according to equation كذا. تمام مديني equation اهو. بيقول لي oxygen was collected over a water. عايز حد يحل دي؟ احمد عبد عادل هيكل. احمد عادل هيكل عارف. يلا احمد ماشي. بيقول عينه من بوتاسيوم كلوريت decomposed according to the equation دي. تمام. طيب بيقول لك oxygen was collected over a water at 22 درجه سليزيس. يبقى التمبريتشر بتاعه الO2 عشان احنا عندنا كذا ماده 22 293 295 كلف. تمام. والبريشر بتاع الO2 ب 754 ملي متر مركري. هتعمل فيها ايه؟ نقسم على 760 جبناها بالاتموسفير. تمام. اند فوليوم كذا لتر. ده الفوليوم بتاع الO2 بكام؟ 65 مية. تمام لتر. بيقول لك بص بقى هنا المساله مختلفه شويه معكوسه. هو عايز الماس بتاع البوتاسيوم كلوريت، عايز الماس بتاع الكي سي ال او 3. في المسائل اللي فاتت كان هو بيدي لك الماس. تمام. تعمل ايه بقى؟ هحتاج اجيب عدد مولات اللي اتفعل منه الاكسجين معاه وبعد جدع. كده جدع. تعمل ايه بقى؟ هنطبق في القانون عادي بي في بتساوي ان ار تي يطلع الان عايز الماس. جدع جدع يا احمد صح. او 2 O2 O2 عادي القانون بتاعي طالما عندي فوليوم يبقى بي في بتساوي ان ار تي. البريشر اهو 754 على 760. الفوليوم اهو الان عايز الار 0.082 تمبريتشر 295. تطلع كام؟ تطلع 37.5. 37.5. لو انا عملت حاجه غلط. تطلع ب 0.026. ماشي يبقى انا عملت حاجه غلط. تمام 0.026 مول. تمام. انا مش عايز الان بتاع الاوتو، انا عايز الكي سي ال او 3. يبقى اجيبها منين الريليشن؟ من الريليشن من وزن المعادلة الاثنين مع 2 كي سي ال او 3 ادت 2 كي سي ال بلس 3 اوتو. هحط كده الدايره على مين؟ على الكي سي ال او 3 والاوتو. اكتب ايه بقى؟ 2 قصادها 3 وعدد المولات اللي انا محتاجها بتاعه الكي سي ال او 3 قدامها عدد المولات اللي انا جبته للاوتو. صح. ان بتاع الكي سي ال او 3 ده اللي انا ما اعرفوش قدامها 0.026 صح. اقدر اجيب الان بتاعت مين؟ بتاعت الكي سي ال او 3 بالظبط. والنمبر اوف مول بتاع الكي سي ال او 3 بيساوي مين؟ المولر ماس ماس على المولر ماس بتاع الكي سي ال او 3. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ شكلكم مش فاهمين حاجة. دكتور معلش ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. انا عندي دلوقتي تعارض في المادة دي، يعني انا المفروض انا هنزل كمان نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير عشان على لاب الكتريستي الساعة 4. طيب بص انا اقول لك على حاجة، انا بالنسبة لي ان دي هتبقى اطول محاضرة. خلاص؟ يعني انا دلوقتي لسه انا لسه في انا ما خلصتش، انا لسه هدي توتوريال النهاردة لان انتم متأخرين. ايوه. تمام. طب ثانية واحدة بس اكتب الارقام بتاعت المسألة دي وهكون معاك. 0.017 هنا 0.017 equal الماس بتاع ال KCLO3 على 39 بلس 35.5 بلس 3 في 16. بص يا باشمهندس
انا النهارده كده خلصت الايديال جاز او دلوقتي أنا. خلصت الايديال جاز. طبعا احنا عايزين نسهل عليكم فهنلغي طبعا احنا نلغي اجزاء من طبعا من منهج، هنلغي دالتونز لو وهنلغي جرهام لو خلاص. يبقى دلوقتي بعد ما نخلص الايديال هخش على طول على الريال تمام. فانا هديهم بريك ان شاء الله وهدي كمان ساعه ونص خلاص. تقدر تبقى تنزل الفيديو وتبص عليه، ولو في اي مشكله في الفيديو ده يوم اللاب ان شاء الله انا هبقى موجود في الكليه تمام. تمام. انتوا عارفين مين اللي بيديكوا ولا لا دلوقتي؟ حضرتك دكتور علاء صح؟ اه تمام. انا هبقى موجود في الكليه، عندك اي سؤال في ده هبقى اشرحه لك خلاص. بس انا هحاول اضغط دلوقتي بس عشان ايه، علشان ان انتوا متاخرين. طب ممكن حضرتك تكتب المواعيد الجديده على التيمز باللاب؟ طيب. كمان اللاب كده كده ما فيش لاب الاسبوع ده تمام. تمام. اللاب الاسبوع الجاي ان شاء الله. هل انت يوم الخميس الجاي هيبقى عندك حاجه؟ هو المشكلة كلها ان في نفس اليوم ده ثلاث مواد، يعني حضرتك والكتريستي وفاندمنتال بالليل. انت ينفع تسجل ثلاث مواد؟ اه مادتين بثلاث ساعات ومادة بساعتين. هو الالكتريستي والفاندمنتال زي الدكتور بيبتدوا الساعة 4 يعني. كل حاجة بتبتدي الساعة 4، فاحنا ممكن الصبح بقى. انا ممكن حضرتك تدينا 8 الصبح مثلا زي ميعاد الجدول القديم عشان ما يبقاش في تعارض. بس معرفش الباقي مواد الناس اللي عندها مواد تانية هيبقى. طب هل حد عنده حاجة بدري يا باشمهندسين عن 12؟ قبل 12 منكم؟ هو دكتور لا، يعني انا كنت بقول لو بدري فممكن ما تبقاش 8، احس 8 دي بدري قوي لو مناسبه. انا ممكن ابتديها 10. طيب تمام ممكن. اه تبقى حلو 10. هل حد عنده اي مشكله في المواعيد دي؟ المحاضره تبقى الساعه 10 يوم الخميس؟ اه لا تمام. ده حضرتك عليك يوم الخميس بس ولا ده؟ لا انا بس بتكلم على الاسبوع بتاعي دلوقتي لحد ما اشوف باقي الدكاتره اللي معايا اللي هيكملوا معاكم. انا بس عايز احل مشكله دلوقتي وانا هشوف باقي الدكاتره، ما اظنش ان هم هيبقى عندهم حاجه، فانا هتفق معاهم ان هم يبتدوا لكم 10. بس مش عايز واحد يطلع لي في النص يقول لي لا انا 10 مش مناسب بالنسبه لي. تمام 10 ده هيبقى المفروض ثلاث محاضرات الخميس بعد كده على طول هنبتدي 10. يعني كده يا دكتور محاضرات الكيمستري بعد كده هي حد ثلاث خميس دي ثابته مش هيتغير سبت. اليوم سبت. الفكره هي ميعادها الساعه كام جوه في اليوم ده يعني؟ اه تقولوا بالظبط وتاكدوا عليا. اه هنسال الناس على الجروب بتاع الواتساب و... طيب انا عايز رقم حد الادمن بتاع الجروب. مين الادمن بتاع؟ عايز رقم واحد يبقى تواصل معاه. رقم واحد يديني رقم تليفونه وتواصل معاه. مين فيكو؟ تمام ممكن. مين انت؟ انا محمد مجدي. يلا يا محمد اديني رقمك. 011 ام 400 واحدة تمام 011 400 731 011 400 731 93 011 400 731 93 تمام. هكلمك ان شاء الله يا محمد بكره الصبح او النهارده بالليل تديني الاوكي الاخير. خلاص تمام انا هسال الناس على الجروب وان شاء الله هرد على حضرتك. خلاص فمبدئيا كده لو عايزينه الساعه 10 ما عندناش اي مشكله نخلوه في الساعه 10. حد 3 5 الساعه 10 اه يعني هتبقى المحاضره 10 لحد 12 وبعديها التوتوريال واللاب واللاب هيبقى يوم الخميس بس. وهيبقى الساعه كام بقى الخميس؟ هقول لكم بقى واحده واحده بس دلوقتي. طب يوم الجمعه هيبقى محاضره زياده ولا؟ نعم اه يوم الجمعه هيبقى فيه محاضره زياده، دي هناخدها من 9 الصبح. عايزين تاخدوها بكره لو ما عندكوش حاجه. حد عنده حاجه بكره؟ اديها لكم بكره الساعه 5 مثلا، عندي محاضره الصبح. عندي ماده ثانيه والله. خلاص يبقى ناخدها الجمعه الساعه 9 الصبح ساعتين مش عارف. ولا اه لو الجمعه دي بس ما عنديش مانع. الجمعه دي بس. يعني كده لو سمحت كده دالتون وجرهام خلاص اوت. اه يبقى الجمعه ومحمد مجدي. ايوه يا دكتور. برضه هسألك إن أنت تبلغ بقية الناس إن إحنا عندنا محاضرة زيادة يوم الجمعة الساعة 9 الصبح. خلاص تمام. تمام؟ ماشي. طيب تاخدوا بريك قد إيه؟ إحنا هناخد بعد البريك ساعة ونص كمان.
ممكن نضوع الساعة كده 10 دقايق. الساعة 2 وربع تاخدوه لحد كام؟ 3 الا ربع نص ساعة. تمام حلو كده يا دكتور. تمام ماشي يا باشمهندسين. 3 الا ربع ان شاء الله الاقي الناس كلها داخلة عشان نبتدي، لان اللي مش هيدخل من الاول في المحاضرة الجاية مش هيفهم حاجة. شكرا. السلام عليكم. كل سنة. السلام عليكم يا باشمهندسين. عليكم السلام. طيب دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد الريال جاز. تمام دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد الريال جاز. المحاضره اللي فاتت احنا خدنا الايديال جاز. تمام فدلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد مين؟ هنبتدي ناخد الريال جاز. طيب اول سؤال عايزين نعرفه، What are the difference between the ideal gas and the real gas؟ أول سؤال عايزين نعرفه إيه الفرق ما بين الـ ideal gas و الـ real gas؟ تمام؟ فرق ما بين الـ ideal gas و الـ real gas. طيب نبتدي بأول حاجة عندنا اللي هي الـ ideal gas. الـ ideal gas. طيب باشمهندسين عشان تعرف الفرق ما بين الـ ideal gas والـ real gas، دايما كده تخيل في الـ ideal gas إن أنت واقف في صحراء. تمام؟ في الـ ideal gas إن أنت واقف في صحراء. في الـ real gas تخيل إن أنت واقف في أوضة. يبقى في الايديال جاز تخيل ان انت واقف في صحراء، انما في الريال جاز تخيل ان انت واقف في اوضه. طيب لو انا واحد واقفين في صحراء، هل احنا لينا حجم بالنسبه للصحراء دي؟ لينا حجم؟ لا. طيب يبقى في الايديال جاز بيقول لي ايه؟ The molecule is considered as a point ماس. ان الموليكول بتعتبر كبوينت ماس. تمام يبقى هنا الموليكولز از كونسيدر از ا بوينت ماس. البوينت تعتبر كبوينت ماس او الموليكول تعتبر كبوينت ماس، تعتبر كنقطه. انا وانت واقفين في الصحراء احنا نعتبر نقطه بالنسبه للصحراء دي. طيب تاني حاجه، لو انا واحد واقفين في صحراء، هل في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس؟ في قوة تجاذب ما بيننا؟ لا. لا ليه؟ لأن الصحراء كبيرة. بالظبط الصحراء كبيرة، ففي واحد واقف في مكان وأنا واحد واقف في مكان تاني. تمام؟ يبقى there is no attraction force between الجاز molecules. تمام يبقى في الايديال جاز الموليكول از كونسيدر از ا بوينت ماس، تعتبر نقطه. تمام انما يبقى في الايديال جاز اللي هو الصحراء، يبقى اول ما يجي في دماغك ايديال جاز والريال جاز، يبقى الايديال جاز صحراء والريال جاز اوضه. ايديال جاز احنا نعتبر نقطه بالنسبه للصحراء، يبقى ذا موليكول از كونسيدر از ا بوينت ماس، وانا وانت واقفين في الصحراء فما فيش بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس، يبقى ذير از نو اتراكشن فورس بتوين الجاز موليكول. تمام بالنسبه للريال جاز العكس، انا واحد واقفين في اوضه، هل احنا لينا حجم بالنسبه للاوضه دي ولا لا؟ لينا ولا ملناش؟ لينا. يبقى the molecules is not considered as a point mass.
المولكيول از نوت كونسيدر از ا بوينت ماس، ما تعتبرش كنقطه. طب هل في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس ولا لا؟ يبقى there is attraction force between الجاز مولكيول، لان احنا واحنا موجودين في اوضه احنا في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس، لان احنا بنبقى قريبين من بعض. يبقى الايديال جاز ذا مولكيول از نوت از كونسيدر از ا بوينت ماس، تعتبر نقطه. يبقى الايديال صحراء نقطه مفيش اتراكشن فورس. الريال جاز العكس، تمام؟ الريال جاز العكس. طيب انا دلوقتي عشان احول من ايديال جاز ل ريال جاز، عشان احول من ايديال جاز لريال جاز، عشان اخلي الصحراء دي اوضه اعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي عشان اخلي الصحراء اوضه اعمل ايه؟ اقلل الحجم اللي بتحرك فيه. بالظبط، هقلل الحجم ازاي؟ عن طريق احدده مثلا بكونتينر او حاجه، ان انا اعمل هاي بريشر. مش انا لو جبت الصحراء دي ضغطتها هحولها الاوضه، صح؟ تمام، ان انا اعمل هاي بريشر. طب تاني حاجه ان انا اعمل مين؟ لو تمبريتشر، لان انا لو قللت درجه الحراره الجزيئات هيحصل لها ايه؟ هتقرب من بعض ولا هتبعد عن بعض؟ هتقرب. هتقرب ليه؟ لان انا لو زودت درجه الحراره الجزيئات بتفضل تتحرك، صح؟ الجزيئات بتفضل تتحرك، فالاتراكشن فورس بتتكسر. انما لو قللت درجه الحراره زي ما انا قلت اكزامبل المره اللي فاتت، لو انا واحد واقفين مربوطين في بعض واتحطينا على بوتاجاز هنعمل ايه؟ هنفضل نتحرك، فالاتراكشن فورس ما بيننا هتتكسر. انما لو قللت درجه الحراره واحنا واقفين على حاجه بارده هنقرب من بعض، فالاتراكشن فورس ما بيننا هيحصل لها ايه؟ هتزيد. تمام، يبقى عشان احول الجاز من ايديال جاز لريال جاز انا بعمل حاجتين، بعمل هاي بريشر وبعمل لو تمبريتشر. تمام، يبقى الجاز اندر نورمال كونديشن تحت الظروف العاديه از ايديال جاز، بات اندر اكستريم كونديشن از ريل جاز. ايه هي الاكستريم كونديشن دي يا باشمهندسين؟ ايه هي الاكستريم كونديشن دي؟ البريشر واللو تمبريتشر. بالظبط، اللي هي الهاي بريشر واللو تمبريتشر. يبقى يا باشمهندسين الايديال جاز قلنا الاكزامبل بتاعه مين عشان ما ننساش؟ الصحراء. الصحراء بوينت الجزيئات بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ بوينت ماس. في اتراكشن فورس ولا مفيش؟ مفيش. الريال جاز نوت بوينت ماس. نوت بوينت ماس في اتراكشن فورس ولا مفيش؟ في. عشان احول الجاز من ايديال جاز لريال جاز بعمل ايه؟ عشان اخلي الصحراء اوضه اعمل ايه؟ هاي بريشر ولو تمبريتشر. زي الفل، هاي بريشر ولو تمبريتشر. طيب السؤال اللي بعد كده، يبقى احنا كده عرفنا ايه الفرق. طيب how we can know الجاز ideal or real؟ ازاي اقدر اعرف الجاز ده عند الconditions دي ideal ولا real؟ ازاي؟ by calculating الزد، عن طريق حاجة اسمها الزد. ايه هي الزد دي؟ الزد دي اللي هي الكومبرسابيليتي فاكتور، معامل الانضغاط. يبقى انا بحسب حاجه اسمها الزد، عن طريق الفاليو بتاعه الزد هقدر اعرف الجاز ده هو ايديال ولا ريال. ازاي؟ الزد ايكوال بي في على ان ار تي. الزد ايكوال مين يا باشمهندسين؟ بي في على ان ار تي. طيب في حاله الايديال جاز يا باشمهندسين ايه قانون الايديال جاز؟ ايه قانون الايديال جاز؟ في في ايكوال ان ار تي.
يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت، ما هو بي في على ان ار تي والاثنين بيساوي بعض، يبقى الزد ايكوال كام في حاله الايديال جاز؟ 1. ليه؟ لان اللي فوق بي في ايديال، بي في بتساوي ان ار تي، يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني ده على ده ايكوال 1. يبقى لو الزد طلعت ايكوال 1 يبقى انا عندي ايديال جاز. يبقى امتى يكون ريال جاز؟ ما بتساويش 1 اكبر او اصغر من 1، الزد نوت ايكوال 1 صح، الزد نوت ايكوال 1 ما بتساويش 1، ما بتساوي يبقى ايديال، ما بتساويش يبقى ريال. زي ما الباشمهندس قال دلوقتي، ما هي اكبر لا تساوي ال1، يبقى انا عندي احتمالين، يا اما الزد اكبر من ال1 يا اما الزد اصغر من ال1. طيب هو اكبر امتى تكون الزد اكبر من ال1 وامتى تكون الزد اصغر من ال1؟ هو انا عشان احول الجاز من ايديال جاز لريال جاز بعمل ايه؟ هاي بريشر ولو تمبريتشر. تمام، بعمل الاثنين. طيب زد اكبر من 1، اكبر دي عشان ما انساش يعني هاي ولا لو؟ هاي. هاي، فالزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر، انا بس بقول لك كده عشان ما تنساش. طب اصغر يعني لو، زد اصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. واحد هيقول لي مش احنا بنعمل الاثنين مع بعض؟ احنا بنعمل الاثنين مع بعض صح. هتقول لي امال انت ازاي بتقول لي الزد اكبر من 1 في حاله الهاي بريشر؟ انا بعمل الاثنين مع بعض، بس يا اما بزود البريشر قوي واقلل التمبريتشر شويه صغيرين، فتاثير مين اللي هيظهر؟ البريشر. هاي بريشر، فعشان كده الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر. يا اما ازود او ازود البريشر شويه صغيرين واقلل التمبريتشر قوي، فتاثير مين اللي هيظهر؟ لو تمبريتشر. لو تمبريتشر، فالزد بتطلع اقل من ال1. خلاص فهمتوا يا باشمهندسين؟ فهمتوا باشمهندسين؟ تمام. يبقى عرفتوا ايه الفاليو اللي بتقول لي الجاز ده ايديال ولا ريال؟ زد. الزد، الزد دي اسمها ايه؟ معامل الانضغاط. معامل الانضغاط، كومبريسابيليتي فاكتور. الزد ده قانونها ايكوال ايه؟ اوفر ان ار تي، بي في اوفر ان ار تي. طيب امتى يكون ايديال جاز؟ لو الزد ايكوال 1. طيب وامتى يكون ريال جاز؟ زد نوت ايكوال 1. يبقى انا عندي احتمالين، يا اكبر يا اصغر. امتى تكون الزد اكبر من ال1؟ هاي بريشر. امتى تكون الزد اصغر من ال1؟ لو تمبريتشر. زي الفل. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل بروف، عايزين نثبت ان الزد اكبر من ال1 ان كيس اوف هاي بريشر. عايزك بقى تركز قوي 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 في الحته دي معايا، تمام؟ طيب باشمهندسين، انا لو جيت عملت كده دلوقتي، ادي كونتينر اهو، وادي كونتينر اهو، تمام؟ حد يقدر يقول لي مين في دول ايديال جاز ومين في دول ريال جاز في التو كونتينرز دول؟ اللي على الشمال ايديال واللي على اليمين ريال. ده مين ده؟ ده ايديال ولا ريال؟ ايديال. 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 عرفت منين؟ اللي قال ايديال عرفت منين؟
الموليكيولز بوينت ماس صح. هنا دي المنطقة اللي موجودة فيها كبيرة فهي دي الصحراء، إنما هنا المنطقة اللي الجاز موجود فيها صغير فهي دي الأوضة، يبقى ده الأيديال جاز وريال جاز. يبقى أنا عملت على السهم ده هاي إيه؟ هاي بريشر. بص الجزيئات هنا لو أنا وإنت واقفين في الصحراء هنبنك إيه؟ بوينت ماس. بوينت ماس نقطة. إنما أنا وإنت برضو اللي هو نفس الشخص اللي موجود في الصحراء، لو واحد بيبص علينا هيشوفنا كنقط في الصحراء، إنما لو أنا وإنت موجودين في أوضة أنا وإنت نفس الشخص هنبنك إيه؟ صح ولا لأ؟ تمام؟ معايا يا باشمهندسين؟ تمام. هنا الموليكولز الموليكول consider as a point mass ولا not point mass؟ point mass. تمام consider as a point mass. إنما هنا الموليكول not point mass is not consider as a point mass. تمام. طيب باشمهندسين انا لسه قايل تعريف من شويه مهم جدا. ايه تعريف الفوليوم او الايديال ديفينيشن اوف فوليوم؟ ايديال ديفينيشن دي مش قصدي بيها ايديال جاز، قصدي الجنرال. يبقى الايديال ديفينيشن دي مش مقصود بيها ايديال جاز، الايديال ديفينيشن مش قصدي بيها الايديال جاز في الفوليوم في حاله الايديال جاز، امال قصدي بيها ايه؟ الايديال ديفينيشن اوف فوليوم قصدي بيها التعريف المثالي للفوليوم، التعريف اللي يمشي على جميع انواع الجازز. ايه هو؟ احنا لسه قايلينه في المحاضره اللي فاتت. ايه هو؟ موشن اوف جاز موليكولز. تمام. هو الفوليوم افيلابل فور motion، هو الفوليوم available for motion of الجاز molecules. صح. تمام. يبقى ده التعريف اللي يمشي على جميع انواع الجازز. طيب هنا ايه الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الجاز في الايديال؟ كل حته. في كل حته. انا وانت واقفين في صحراء، انا حجمي انا اقدر اتحرك فين؟ حد في الصحراء كلها، لان انت بالنسبه للصحراء بوينت ماس. بوينت ماس نقطه. يبقى الفي ايديال هنا مش قصدي بيها ايديال جاز، ركزوا قوي في الجمله دي لان الحته دي بتلخبط. الفي ايديال هنا قصدي بيها ايه؟ ايديال دي قصدي بيها ايديال ديفينيشن اوف فوليوم in case of the ideal gas. يبقى أنا ideal دي قصدي بيها the ideal definition اللي يمشي في حالة the ideal gas. هو مين؟ container. ال V بتاعت الكونتينر زي الفل. طيب تعال هنا. طب ال V ideal، طب أنا وإنت واقفين في أوضة أنا أقدر أتحرك فين؟ الأوضة كلها ما عدا المكان بالظبط. يبقى الفي ايديال هنا هي الأوضة كلها. الايديال دي مقصود بها مين؟ حد يقدر كده يقول لي مقصود بها مين؟ هيقول لي ازاي ايديال وريال؟ بالظبط. انا قصدي بيها مش ايديال جاز، قصدي بيها الايديال ديفينيشن اوف فوليوم ان كيس اوف مين؟ ريال جاز. الريال جاز. تمام. يبقى عرفتوا في ايديال دي معناها ايه يا باشمهندسين؟ مش قصدي بيها ايديال جاز وريال جاز، امال قصدي بيها مين؟ الايديال ديفينيشن اوف فوليوم في حاله الايديال والايديال ديفينيشن اوف فوليوم في حاله الريال. هي دي الفي بتاعه الكونتينر كلها. يبقى دي الفي بتاعه الكونتينر اهي، دي الفي بتاعه الكونتينر ناقص مين؟ فوليوم مستبعد. بالظبط.
هي ال V بتاعت الكونتينر كلها ناقص مكانك انت. انت بالنسبة لي يعني انا هو انا هو انت بالنسبة لي بسميك excluded volume. يعني ايه excluded بالعربي؟ يعني ايه excluded بالعربي يا باشوانسين؟ مستبعد، حجم المستبعد. تمام، يبقى excluded volume الحجم المستبعد بديله الرمز بي، يبقى انت الحجم الكونتينر ماينس بي. طب لو في كذا واحد منك اضرب في عددنا، يبقى اضرب في عددكم اللي هو ان بي. وصلت يا باشوانسين؟ وصلت. انا شايف الناس كلها ساكته، مفيش غير احمد هشام اللي بيرد. دكتور ممكن حته الفي اي دي بتاعت الاي دي ام جاز؟ تمام. بص يا باشوانس، مين اللي بيسال؟ اسلام محمد. اسلام، انا اسلام، انا وانت واقفين في الصحراء يا اسلام. انت عرفت يعني ايه الايديال ديفينيشن اوف فوليوم الاول يا اسلام؟ التعريف بتاع الـ يعني ايه، يعني ايه ايديال ديفينيشن اوف فوليوم بالعربي؟ التعريف السمت العام بتاع الفوليوم بتاع بالظبط، التعريف المثالي اللي يمشي على كل انواع الغازات. طيب تعالى بقى الفي ايديال. الفي ايديال دي يا اسلام مش قصدي بيها ايديال جاز، دي مش قصدي بيها ايديال جاز، قصدي بيها ايه؟ الايديال ديفينيشن في حاله الايديال جاز. ماشي؟ تمام. انا وانت واقفين في صحراء اسلام، انا اقدر اتحرك فين؟ اي حته. يعني حجمي هو حجم الصحراء. تمام، لان انت بالنسبه للصحراء بوينت ماس. بوينت ماس. طيب لو انا وانت واقفين في اوضه يا اسلام، هنا بقى دخلنا على الريال. الفي ايديال دي مش قصدي بيها ايديال جاز يا اسلام، قصدي بيها مين؟ الايديال ديفينيشن في حاله مين؟ الريال جاز. الريال. تعال بقى نشوف الايديال ديفينيشن في حاله الريال. انا وانت واقفين في اوضه، انا اقدر انا اقدر اتحرك فين؟ حتت معينه اللي هي محبوبة. مين اللي هي المكان كله ناقص مين؟ ناقص انت حضرتك يعني. يعني لو انا بتكلم عليك ناقص مكانك انت، صح؟ طيب ناقص مكانك انت يا اسلام. طيب يبقى انت بالنسبة لي حجم ايه يا اسلام؟ مستبعد. مستبعد صح؟ فعشان كده قلت ال V minus B، B ده اللي هو حجمك انت يا اسلام. تمام. طب لو في كذا واحد من اسلام نضرب في العدد الموجود زي الفل. فهمت؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام زي الفل. طيب باشوانسين، انا بس هعمل تغيير رخم رخم، انا بعتبره رخم قوي، بس انا مش عايزك تتلخبط. انا هعملها زي الكتاب، انما في التكست بوك الجديده مش معموله كده. هشيل كلمه كونتينر دي بس عشان تبقى زي الكتاب، وهكتبها ريال، بس انا مش عايزك تتلخبط. ريال دي هي مين؟ قصدي بيها مين؟ الكونتينر. يعني الريال دي هي الكونتينر، هي المفروض في التكست بوك الجديدة بتكتب كونتينر عشان ما تلخبطش، بس احنا نكتبها زي الكتاب. وممكن يكون في ريال يا باشمهندس، عشان هي الاول كانت في ريال في حالة لما كان بالظبط. هو ده اللي انا شايفه صح، بس انا بتكلم على المسمى نفسه ممكن يلخبطك بقى، ريال وايديال ودخلت في بعض، بس انتوا تبقوا عارفين ان الريال دي مقصود بها الكونتينر كله. مين اللي كان بيسأل دلوقتي؟ محمود أحمد. أيوة باشمهندس، معلش. فهمتها محمود؟ آه فهمتها. تمام تمام باشمهندسين، أي حد وقعت منه الحتة دي، في حد وقعت منه الحتة دي أشرحها تاني؟ أنا ما عنديش مشكلة أشرح مرة واثنين وعشرة، بس تخرج فاهم. هو أنا عندي سؤال بس، معلش. اسكت. هو انا يعني او معظمنا في اغلبنا ما كانش يعرف ان في محاضره الصبح، فكنت عايز اعرف لو في جدول او حاجه، بس عشان في حاجات وقع مني كتير قوي، زي مثلا ديفينيشن بتاع بوينت ماس والحاجات دي انا ما اعرفهاش، لان انا ما كنتش عارف ان في محاضره بوينت ماس. دي انا لسه قايلها دلوقتي. بص يا محمود، انا كده كده المحاضره هتلاقيها متسجله على المايكروسوفت تيم، اعمل لها داونلود واسمعها. تمام. لو في اي حاجه وقعت منك انا موجود في الكليه، ممكن في اللاب تيجي تسالني. تمام ماشي.
طيب ايه اللي انت وقع منك عشان ما تقعش مني في المحاضره دي كمان؟ قول لي وانا اقوله لك. الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز دي حضرتك شرحتها تمام فهمتها، بس هي فكره البوينت الفكره بس بتاعت البوينت دي ماس. بوينت دي انا بعبر كان انت بالنسبه للصحراء نقطه، فانت مالكش حاجه. انا دي على فكره لسه اول مره اقولها في المحاضره هنا. فبوينت دي انت لو واحد بيبص على انا وانت واقفين يا محمود في الصحراء تمام، في واحد بيبص تمام. علينا من طياره هيشوفنا كايه؟ نقطه. لان انا وانت بالنسبه للصحراء ايه؟ حاجه صغيره جدا بالظبط. فالصحراء دي انا بديها اكزامبل للحجم بتاع الكونتينر في حاله الايديال جاز. شايف هنا الحجم بتاع الكونتينر كبير ازاي؟ مظبوط. فهمت؟ فهمت، شكرا يا دكتور. طب هنا في الاوضه بقى يا اسلام، انا وانت بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ انت نقطه بالنسبه للاوضه. يا محمود لا سوري. اكبر انت لا اكبر صح، انت مش بالنسبه للاوضه نقطه، لا انت بالنسبه للاوضه حاجه كبيره، يبقى نوت بوينت ماس. يبقى انت لو انا وانت في الصحراء محمود، يبقى انت حجمك هو مين اللي يعني ايه حجم الغاز؟ الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. اعتبر انت نفسك جزيء غاز وانا جزيء غاز، ماشي يا محمود؟ تمام تمام. انا وانت واقفين في الصحراء يا محمود، انا اتحرك فين؟ في اي مكان. في اي مكان، هو ده تعريف الفوليوم. الفوليوم الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز في اي مكان، صح؟ لان انت بالنسبه للصحراء نقطه صغيره. بالظبط. يبقى الفي تمام شكرا، هو الفوليوم بتاع الكونتينر. انما في الريال بقى محمود، انا وانت واقفين في اوضه، هل انا لما اجي فين المكان اللي اقدر اتحرك فيه؟ الحجم المتاح يعني. بالظبط، اللي هو ايه؟ ايه المساحه المحدوده دي؟ هو الفوليوم بتاع الكونتينر بتاع الاوضه. لا المتاح اللي انا اتحرك فيه بس. يعني لو انا وانت واقفين في اوضه، انا اقدر اتحرك فين او انت تقدر تتحرك فين؟ في الاوضه نفسها بس. يعني في الاوضه كلها محمود؟ يعني انت تعرف تخش جوايا؟ لا لا اكيد مش يعني الاماكن اللي انا اعرف اتحرك فيها المساحه اللي هي يعني الاوضه ناقص انا. مظبوط تمام صح. فانا بالنسبه لك اسمي ايه؟ حاجه شغله. اكسكلودد فوليوم، حاجه شغله، اللي هو الحجم المستبعد. يعني ايه مستبعد؟ يعني مستبعد بالنسبه لك الحركه جواه. تمام. طب لو في كذا واحد مني يبقى الاوضه ماينس الكذا واحد. بالظبط، فهمت يا محمود؟ فعشان كده حطيت ان بي. يبقى البي دي اسمها اكسكلودد فوليوم. تمام كده فهمتها، شكرا جدا. ماشي، خلي بالك عشان انا هسالك في المحاضره كلها في الاخر عشان اشوف استوعبت ولا لا. تمام. طيب القانون كان بتاعنا بيقول ايه يا محمود؟ ان البي في الفي بتساوي الان ار تي، ده قانون الايديال صح؟ مظبوط. فانا هشيل الفي واكتب مكانها في ماينس ان بي، عشان انا عايز اثبت ان الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر. تمام. فاحنا دلوقتي تمام. قلنا في حاله الريال جاز شلت الفي وكتبت في ماينس ان بي، مش ده الحجم اللي انا استنتجته؟ طيب ايكوال مين يا محمود؟ ان ار تي. ان ار تي. فكوا كده الاقواس يا محمود معايا. تمام، هتبقى بي في ماينس ماينس بي ان بي ان بي بي. تمام ايكوال ايكوال ان ار تي. طيب تمام، لو جيت قسمت المعادله دي يا محمود على ان ار تي تبقى بي في على ان ار تي ماينس ثانيه واحده بالظبط. لو جيت قسمت المعادله دي على ان ار تي اهو، قول لي كده بقى محمود، بي في على ان ار تي دي اللي هي ايه يا محمود لو انت مركز؟ لا زد
جدع جدع. بي في على ان ار تي دي اللي هي الزد ماينس بي بي على ار تي لان الان هتروح مع الان ايكوال 1 يبقى الزد ايكوال كام يا محمود؟ 1 ماينس بي بي على ار تي بلس 1 بلس 1 اودي دي الناحيه الثانيه ببلس يبقى 1 بلس بي بي على ار تي بي بي على ار تي يعني كده كده الترم ده بيبقى بوزيتيف صح؟ يبقى 1 زد ايكوال 1 بلس فاليو يعني الزد اكبر من ال1 ولا اصغر من ال1؟ اكبر من ال1. فهمت الاثبات؟ يبقى احنا ثبتنا ان الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر ولا لا؟ فهمتها؟ فهمتها. باقي الباشمهندسين معايا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. كله تمام يعني ولا في حد مش تمام؟ اللي مش فاهم حاجه يقول لي. ماشي. احنا عايزينكم تعدوا الترم ده فاحنا بنحاول نخفف المنهج على قد ما نقدر. فلو مش فاهم حاجه قول لي اعيد مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان تخلص من الماده. لو سمحت يا دكتور. شوف الناس ابتدت تسال اهي. قول. طريقه الاثبات دي ما عليك. ما فهمتهاش؟ انت مين؟ انا محمد. طب ليه سايب نفسك يا محمد بعد ما انا قعدت اقول ده كله؟ يعني ليه سايب نفسك قعدت اقول افهمه مره واثنين وثلاثه؟ ليه ما قلتش من الاول؟ وانا شفتك بتكمل قلت بعد ما تخلص عشان تعيدها من البدايه. ماشي يا محمد اعيدها تاني. انت عارف ازاي بحول الجاز من ايديال جاز لريال جاز يا محمد؟ لا نعم لا. انت عارف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز؟ ايوه. ايه الفرق؟ الايديال جاز اللي هو انت بتكون بوينت بوينت في اتراكشن فورس ولا مفيش؟ مفيش مفيش. والريال جاز؟ الريال جاز فيه في بوينت ولا نوت بوينت؟ نوت بوينت. نوت بوينت. ايه الفال ازاي تحول من ايديال لريال يا محمد؟ بنعمل كام حاجه؟ هاي بريشر ومين؟ لو تمبريتشر. لو تمبريتشر هاي بريشر ولو تمبريتشر. طب فاكر ايه الفاليو اللي بتقول الجاز ده ايديال ولا ريال يا محمد؟ اللي هي زد. الزد جدع. الزد دي اللي هي مين؟ اسمها معامل ايه؟ معامل الانضغاط. معامل الانضغاط. الزد دي بتساوي ايه يا محمد؟ بي في على ان ار تي. جدع. طيب في حاله الايديال جاز الزد بتساوي ايه يا محمد؟ الايديال جاز الزد بتساوي واحد. طب والريال؟ لا تساوي واحد. لا تساوي واحد. لا تساوي واحد. يبقى انت عندك احتمالين يا اكبر من الواحد يا اصغر من الواحد. امتى تكون اكبر من الواحد؟ لو هاي بريشر. هاي بريشر جدع. وامتى تكون اصغر من الواحد؟ لو لو تمبريتشر. لو تمبريتشر. يبقى ازاي احول الجاز من ايديال لريال يا محمد؟ محمد ترى مش عارف اربط الحاجات دي مع بعض اهو. مش انا مش احنا قلنا عشان احول الجاز من ايديال لريال بعمل هاي بريشر ولو تمبريتشر؟ ايوه تمام. هي دي دي الحته الوحيده اللي واقعه عندك صح؟ صح تماما. طيب رد انت بقى على محمد في الاثبات ده. ليه تمام. قلت ليه انا قلت على الشكل ده ايديال وليه قلت على الشكل ده ريال؟ لانه الايديال ده كبير فانت صح. بتكون حاجه صغيره بالنسبه له. جدع. والريال المساحه صغيره. تمام. يبقى هنا بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس في الايديال؟ في الايديال نوت بوينت ماس. في الايديال قصدي بوينت ماس. وفي الريال نوت بوينت ماس. طيب ايه التعريف اللي يمشي على على جميع انواع الجازات يا محمد؟ اللي هو الايديال ديفينيشن اوف فوليوم. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الحجم
اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. ايوه صح. طيب لو انا وانت واقفين في صحراء يا محمد اللي هو الايديال ده، انا اقدر اتحرك فين؟ في جميع الاماكن. يعني انا حجمي هو حجم الكونتينر صح؟ صح. ليه؟ عشان انت بوينت ماس. تمام، عشان بوينت ماس. طيب لو انا وانت واقفين في الاوضه يا محمد، انا اقدر اتحرك فين؟ في جميع الاماكن الا المكان اللي انت واقف فيه. صح، يبقى في بتاعه الكونتينر ناقص المكان اللي انت واقف فيه. فبالعربي المكان اللي انا واقف فيه ده بالنسبه لك هيبقى اسمه الحجم ايه؟ المستبعد. المستبعد اللي هو البي. فهمت؟ ايوه تمام. طب ولو في كذا واحد مني يا محمد كده هقدر اتحرك في كل الاماكن الا المكان الا اماكن الكذا واحد. بالظبط، يبقى ماينس ان بي. تمام، وصلت؟ ايوه وصلت. طب مش انت عندك القانون بي في بتساوي ان ار تي؟ ايوه. طيب في حاله الهاي بريشر مش الفي بقت في ماينس ان بي اللي احنا لسه ثابتينها دلوقتي اهي؟ اه. طيب شلت الفي وحطيت في ماينس ان بي، ضربت البي في القوس، بي في على ان ار بي في ماينس ان بي بي ايكوال ان ار تي. لو قسمت المعادله دي على ان ار تي يبقى بي في على ان ار تي بكام يا محمد؟ اللي هي الزد معامل الانضغاط. بالظبط، ماينس بي في على ار تي ايكوال 1، يبقى الزد ايكوال، اودي ده الناحيه الثانيه باشاره ايه؟ اشاره موجبه. يبقى زد ايكوال 1 بلس فاليو، يبقى يعني الزد اكبر من ال1 ولا اصغر من ال1؟ اكبر من ال1. فهمتها ولا لا؟ ايوه فهمتها، شكرا. شكرا. اعيدها تاني يا باشمهندسين، ردوا. لا تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور. تمام، اظن المحاضره اتذاكرت، يعني اظن كده المفروض المحاضره اتذاكرت. يعني تقعدوا كده بعد ما خلص تكتبوها مره، هتلاقوا الموضوع بسيط جدا جدا جدا. دكتور هو اللاب ان شاء الله امتى؟ يوم الخميس اللي بعد الجاي ان شاء الله. احنا بس تمام. لو ينفع نبقى نعمل جدول او كده علشان هعمل لكم جدول جروب واتساب او كده عشان نتكلم. ماشي، هما الباشمهندسين كانوا بيقترحوا ان المحاضره تبتدي الساعه 10، انا هكلم بس محمد مجدي ياكد عليا ان انتوا كلكم موافقين وهعمل لكم جدول. تمام تمام. عايزين نثبت ان الزد اصغر من ال1 in case of low temperature. عايز اثبت ان الزد اصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. ركز معايا محمد اللي كان بيسالني دلوقتي. ايوه معاك. انا محمود ولا محمود؟ طيب اي حد، محمود او محمد. لما درجه الحراره تقل اهو انا عايز اثبت ات لو تمبريتشر، حد يقدر يقول لي السرعه بتاعه الجزيئات هيحصل لها ايه؟ الكاينيتك انرجي هتقل. يعني الفيلوسيتي هتقل. طيب لما السرعه تقل الاتراكشن فورس تزيد. طيب اقولها تاني، ليه الاتراكشن فورس تزيد؟ تخيل زي ما انا قلت المثال البسيط، انا واحد مربوطين في بعض واتحطينا على بوتاجاز، ايه اللي هنعمل؟ ايه اللي هيحصل؟ درجه حراره عاليه، فعمالين نتحرك جامد، فالاتراكشن فورس هتقل، قوه التجاذب هتقل. لو احنا درجه حرارتنا عاليه عمالين نتحرك جامد، انما لو احنا درجه حرارتنا قليله هنفضل قاعدين جنب بعض. تمام، الاتراكشن فورس ما بيننا كبيره. طيب كلنا متفقين ان لما درجه الحراره تقل الاتراكشن فورس تزيد. تمام. طيب حد يقدر يقول لي لما الاتراكشن فورس تزيد البريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد.
هيقل عشان الكوليجن مع الويل اوف كونتينر هيقل. جدع. طيب عايزكم تركزوا معايا، عايز كله يحط دي على المكتب دلوقتي، يضغط على المكتب اللي قدامه، كله يضغط على المكتب اللي قدامه. هو ضغط ايدك زي ما انا قلت جاي نتيجة ايه؟ تصادم ايدك مع مين؟ مع الترابيزة، صح؟ تصادم ايدك مع المكتب. طيب لو انت في اتراكشن فورس عمالة تشدك لفوق، الضغط بتاعك هيحصل له ايه؟ هيقل. هيقل. اللي قال هيزيد فهمها؟ يعني الاتراكشن فورس ما بين الموليكولز لما بتكتر بتبعدها عن ال بالظبط. اهو لو جيت رسمت الكونتينر اهو، الجزء ضغط الغاز احنا اتفقنا ان هو جاي نتيجه تصادم الغاز مع مين؟ مع الوول كونتينر. مع الوول بتاع الكونتينر. طب افرض ان الاتراكشن فورس بين الجزيئات زادت، فايه اللي هيحصل؟ الجزء ده هيشده لمين؟ لورا، صح ولا لا؟ تمام، وصلت. يبقى ده كده كان البي ايديال، ده الايديال قبل ما اعمل اي حاجه. لما قللت درجه الحراره السرعه ردوا قلت، لما السرعه قلت الاتراكشن فورس زادت. اهو السرعه قلت، افتكر كده السرعه قلت، يعني احنا قاعدين جنب بعض خلاص، سرعتنا قليله، احنا بردانين قاعدين جنب بعض، سرعه قليله، فالاتراكشن فورس زادت. لما الاتراكشن فورس زادت الضغط قل، ده كده بقى البي ريال، صح ولا لا؟ تمام يا باشمهندسين؟ تمام. يبقى ركزوا بقى قوي قوي في الحته دي، يبقى البي ايديال دايما هيبقى اكبر من مين؟ بي ريال. من البي ريال، صح؟ في حاله مين؟ لو تمبريتشر. جدع. ما هو البي ايديال اكبر من البي ريال، ماشي. امتى بقى؟ امتى الكلام ده ظهر؟ في انهي كيس؟ لو تمبريتشر. لو تمبريتشر، صح. يبقى لما اجي احل مساله ولاقي ان البي ايديال اكبر من البي ريال هقول له كده as we start at a low temperature. طيب افرض وانا جاي احل المساله لقيت ان البي ايديال هو البي ايديال اكبر، امتى؟ في حاله لو تمبريتشر. طب افرض وانا بحل المساله لقيت ان البي ايديال ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال، ما اتغيرتش، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي لو تمبريتشر. ردوا. لا لا، الشرط ده اتلغى. ده معناه ايه؟ ده معناها ان درجه الحراره اللي انا بادئ عندها مش قليله بالقدر الكافي اللي يحول الجاز ده من ايديال لمين؟ لريل. ما هو امتى يكون ايديال اكبر من ريل؟ عند اللو تمبريتشر. طب البي ايديال لو طلعت البي ريل يبقى انا ما عنديش لو تمبريتشر، صح ولا لا؟ محمود. تمام يا باشمهندس. ايوه محمود. محمود فهمتها؟ انا حاسس ان دي طالعه كده ايه، تعبانه. لا 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 والله دي تمام. طيب محمد، كان اسمه محمد ايه؟ ايوه انا محمد. محمد عبد الرازق. عبد الرازق صح؟ ايوه. محمد فهمتها؟ ايوه تمام. يبقى المفروض مين اكبر يا محمد؟
البي ايديال بتكون اكبر في حاله اللو تمبريشر. تمام. طب لو البي ايديال طلعت بتساوي البي ريال ده معناه ايه يا محمد؟ ده معناه ان الشرط ده اتلغى. جدع. ده معناه ان الشرط ده اتلغى. جدع الجمله دي حلوه. ده معناه ان الشرط ده اتلغى. تمام. يبقى as we start at a high temperature but الديفيجن يعني ايه كلمه ديفيجن دي؟ يعني الجاز يتحول من ايديال لريال اوكير اونلي ات مين؟ ات لو تمبريتشر. فزي ما محمد قال ده معناه ان الشرط ده اتلغى. ده معناه ان درجه الحراره دي مش قادره ان هو تحوله من ايديال لريال. هي مش قليله بالقدر الكافي ان هو تحوله من ايديال لريال. تمام. يبقى انت المساله هيجي لك فيها هي ايديال اكبر من ريال. لو الايديال طلع اكبر من ريال هتقول الكومنت بتاعك لان درجه الحراره قليله. لو الايديال طلع تساوي الريال هتقول في الكومنت بتاعك لان انا بادئ عند درجه حراره عاليه مش قادر اتحول الجاز من ايديال جاز لريال جاز. تمام. طيب في حاله اللو تمبريتشر البي ايديال اكبر من البي ريال صح؟ صح ولا لا؟ ردوا. صح. يبقى البي ايديال ايكوال البي ريال بلس فاليو ولا ماينس فاليو؟ بلس. بلس فاليو. ليه؟ لان البي ريال ده صغير عشان اخليه يساوي البي ايديال يبقى لازم اضيف عليه قيمه. ايه القيمه دي؟ اللي هي اي ان سكوير على في سكوير. جت منين؟ مش عليك. بس الاي دي هو مين اللي اثر على اللو تمبريتشر؟ مين اللي خلى البريشر يبقى قليل؟ مش زياده الاتراكشن فورس؟ فالاي دي رمز او بتديني انديكيشن على الاتراكشن فورس. خلاص يا باشمهندسين؟ تمام. تمام. طيب تعالى بقى نعوض في القانون بتاعنا عادي. مش القانون بتاعك بي في بتساوي ان ار تي؟ تمام. طيب هشيل البي واكتب مكانها ايه؟ بي بلس اي ان سكوير على في سكوير. تمام. في في ايكوال ان ار تي. يبقى انا فوق في الاثبات ده قلت ان الفي بتساوي في ماينس ان بي فشلت الفي وكتبت في ماينس ان بي. في الاثبات اللي بعده قلت ان البي ايكوال بي بلس اي ان سكوير فشلتها وكتبت بي بلس اي ان سكوير. تمام. طيب تعالى كده نعوض. يبقى بي في الفي بلس اي ان سكوير على في لان الفي هتروح مع السكوير ايكوال الان ار تي. لو جيت قسمت المعادله دي يا باشمهندسين على ان ار تي طيب بي في على ان ار تي دي اللي هي مين؟ زد زد بلس اي ان الان هتروح مع السكوير يبقى يفضل اي ان على في ار تي ايكوال 1. يبقى الزد مالها؟ ايكوال 1 ماينس اي ان على في ار تي. يبقى الزد اكبر من ال1 ولا اصغر من 1؟ اصغر. اكبر من ال1. يبقى احنا فعلا ثبتنا ان الزد اصغر من ال1 في حاله مين يا باشمهندسين؟ اللو تمبريتشر. اذا تدي عليكم فاهمين؟ تمام. تمام. الاثباتات دي تتحفظ وتتفهم طبعا. فاهم يا محمد؟ محمود فاهم يا محمود؟ تمام. طيب باشمهندسين كده حد يقدر يقول لي بقى قانون الايديال جاز ايه؟ بي في ايكوال ان ار تي. بي في ايكوال ان ار تي. طب حد يقدر يقول لي قانون الريال جاز ايه؟ ريال جاز او فاندر فال. فاندر فال ده اسم العالم. فاندر فال لو. يبقى الريال جاز هو فاندر فال لو.
تمام؟ ايه بقى؟ هو انا بعمل هاي بريشر لوحده ولو تمبريتشر لوحده ولا بعمل الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض بالظبط. يبقى فاندر فال جه جمع الاثنين مع بعض، هشيل البي واكتب مين؟ بي بلس اي ان سكوير على في سكوير. تمام. وهشيل الفي واكتب مين؟ في ماينس تي ايكوال ان ار تي زي الفل. دي معادله فاندر فال او معادله الريال جاز. ليه؟ لان انا ما بعملش كل واحد لوحده، ده انا بعمل الاثنين مع بعض. شلت البي وكتبت بي بلس اي ان سكوير على في سكوير، وشلت البي وكتبت بي ماينس ان بي ايكوال الان ار تي. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، احنا يعني خلاص احنا كده خلصنا شرح، بس انا ايه بجمع بس شويه اسئله عشان الاسئله دي ممكن تجي لك نظر. What are conditions and reason that make the gas deviate from ideality؟ كلمة deviate from ideality دي، الجملة دي معناها ان انا احول الجاز من ideal لreal. ايه هي الكونديشن يا باشمهندسين ان انا احول الجاز من ايديال لريل؟ اتراكشن فورس. الكونديشن، الكونديشن ايه هي؟ هاي بريشر لو تمبريتشر ولو تمبريتشر، دي الكونديشن. طب الريزون، دي الكونديشنز. طب الريزون ايه بقى؟ الريزون فورس جدع. في الهاي بريشر كان ظهر ترم جديد يا باشمهندسين، لما جينا اثبتنا الحته بتاعه الهاي بريشر كان ظهر ترم جديد، فاكرينه؟ لما جينا ثبتنا الهاي بريشر كان في حاجه جديده ظهرت، اللي هو البي، اللي هو الاكسكلودد فوليوم، مش نتيجه ان الضغط زاد الحجم قل فبالتالي ظهر ترم جديد اللي هو الاكسكلودد فوليوم. تمام. يبقى هاي بريشر الريزون اكسكلودد فوليوم. طب واللو تمبريتشر كان في حاجه جديده كده، حرف جديد ظهر، ايه؟ الاتراكشن فورس اللي هي الاي، صح؟ مش احنا هاي بريشر ظهر ترم جديد اللي هو ده البي، وفي واللو تمبريتشر ظهر ترم جديد الاتراكشن فورس. يبقى في فرق ما بين كونديشن وريزون. الكونديشن هاي بريشر، الريزون بتاعتها اكسكلودد فوليوم. الكونديشن الثانيه لو تمبريتشر، الريزون بتاعتها الاتراكشن فورس. وصلت؟ مش فاهمين. اه تمام. تمام. طيب في ثلاثه كده يعني دي هقولها بس كده بسرعه. هيفي موليكول، الهيفي موليكول يا باشمهندسين مين اسهل ان هو يتحول من ايديال لريال؟ هل الجزيئات الثقيله ولا الجزيئات الخفيفه؟ ثقيله. ليه؟ الفلوستي بتاعها جدع، الفلوستي بتاعتها قليله، فالاتراكشن فورس فيها عاليه. جدع صح. فلما اتراكشن فورس تزيد ده معناه ان الريال جاز اصلا الاتراكشن فورس فيه عاليه. صح. صح جدع. تمام. يبقى الديفيجن، يبقى برضو الهيفي موليكول السبب بتاعها الاتراكشن فورس. تمام. الهيفي موليكول يبقى نوت كده، ان الهيفي موليكول او الديفيجن ان كيس اوف الهيفي مولكيول ماله is higher than a light molecule. ليه؟ لان الفيلوسيتي بتاعت الهيفي اصغر من الفيلوسيتي بتاعت اللايت، فبالتالي
الاتراكشن فورس في الهيفي اكبر من الاتراكشن فورس في اللايت، فبالتالي انا وفرت الشرط بتاع الريال جاز ان انا بيبقى عندي هاي اتراكشن فورس. طيب اخر حته، يبقى احنا كده خلصنا شرح النظري بتاع ده باشمهندسين. ركزوا قوي بقى معايا في الحته دي، هي ايه هي البي يا باشمهندسين؟ اكسكلوزد فوليوم. صح، البي هي الاكسكلوزد فوليوم. تمام ماشي. طيب انا وانت يا احمد واقفين في اوضه، فالاكسكلوزد فوليوم بالنسبه لك ايه؟ الاوضه من غيرنا الاكسكلوزد، بس لو انا وانت واقفين في الاوضه الاكسكلوزد فوليوم بالنسبه لك ايه؟ بقيه الاوضه. بقيه الاوضه الاكسكلوزد، الحجم المستبعد بالنسبه لك. مفيش، المكان اللي حضرتك فيه. انا المكان اللي انا فيه. اه صح. ايوه طيب صح. طيب يعني الاكسكلوزد فوليوم بالنسبه لك هو الفي بتاعه المول اللي هو حجم انا، صح؟ تمام ماشي. تمام زي الفل. يعني هو لو انا واقف هنا واحمد واقف هنا، فالاحمد يقدر يتحرك في المكان ده كله ناقص مين؟ مكان احمد يقدر يتحرك في المكان ده كله ناقص مين؟ مكان المستوى. بالظبط. طيب لا، هو ده فعلا اللي انا قلته، بس ده مش صح. امال ايه الصح؟ احمد يعني انا هو واقف اهو واحمد واقف اهو، احمد بيبقى عامل حواليه مجال، كان احمد عامل حواليه دايره، الدايره دي اربع مرات حجمه. فاحمد يقول لي ايه؟ انت تقدر تتحرك في الاوضه كلها بس اخرك هنا. انتوا كنتوا الاول فاكرين ان انا اخري فين؟ هنا. لا، هو الصح ان احمد بيبقى عامل حواليه مجال، المجال ده اربع مرات حجمه. طبعا الكلام ده محسوب ثيوريتيكال، تمام، بس مش علينا. فاللي انا عايزك تعرفه ان الحجم المستبعد بالنسبه لي مش حجم احمد لوحده، ده احمد عامل حواليه دايره اربع مرات حجمه، هو ده الحجم المستبعد بالنسبه لي. وصلت؟ معلش يعني سؤال غبي كده. براحتك اتفضل. هو مش انا برضه حواليه مجال برضه؟ بس انا بتكلم على بالمجال اللي انا فيه اخري هنا. تمام ماشي. وصلت؟ تمام. حد عنده مشكله في الكلام دي؟ عرفتوا الاربعه دي جت منين يا باشمهندسين؟ ليه في مول؟ ليه مش في موليكيول؟ لان انا دايما بتكلم على مول، بتكلم على نمبر اوف مولز. ما هو ما انا ممكن اقول لك ايه؟ انا عندي 1/6.023 في 10^23 مول، ده معناه ان انا عندي 1 موليكيول، صح؟ فهي كفاليو عادي اقدر احولها لموليكيول. ببص بقى الموليكيول احولها ازاي؟ اللي سال السؤال ده مين؟ هشام. احمد هشام. بص يا احمد، هو اول حاجه باشمهندسين قبل ما ادخل على النقطه الجديده، حد مش فاهم اربعه دي جت منين؟ ردوا. لا تمام هسال دلوقتي، سيبها لكم عشان ما تنسوش. طيب باشمهندسين، هو المول في كم موليكيول؟ 6.023 × 10^23. بالظبط، المول في موليكيول.
كام 6.03 في 10 to power 23 صح مول. فانا اقدر اشيل حجم المول واكتب افوجادرو في حجم مين؟ حجم الموليكل. لو انت عايز تجيبها بحجم الموليكل يا احمد فهمت؟ اه فهمت تمام. ليه؟ مش انا عندي لو انا عندي حجم الجزيء الواحد الصغير ده لو ضربته في افوجادرو هيديني حجم المول كله. تمام تمام. يبقى دي ايكوال 4 في افوجادرو في حجم الموليكل. طيب تعالى نستنتج منه قانون تاني. هو الموليكول ده بيبقى على شكل ايه؟ سفير. كرة سفير. حجم الكرة ايه؟ 4 على 3 باي ار كيوب. يبقى انا اقدر اشيل حجم الموليكول واكتب 4 على 3 باي ار كيوب. فهمتوا يا باشمهندسين؟ يبقى القانون ده فهمتوا الاربعة دي جت منين؟ محمد عبد الرازق. ايوه. جت منين يا محمد؟ عشان احنا بنسوي مجال اكبر من حجمنا باربع مرات. جدع. فانا اخري المكان ده. طيب عرفت ابو جدرو بحجم الموليكيول الموليكيول جت منين او حجم الموليكيول جت منين؟ دي لا بصراحه. مش المول جواه موليكيول يا محمد؟ جوا كم موليكول؟ 6.023 10 to power 23. فانت لو عندك حجم الموليكول الواحد وضربته في عددهم مش هتجيب حجم المول كله؟ ايوه بس كده تمام. فهمت. شكرا جدا. طب ومش الموليكول ده على شكل كوره؟ ايوه بالظبط. حجم الكوره شلت حجم الموليكول يبقى 4 افوجادرو نزلتها زي ما هي شلت حجم الموليكيول وكتبتها ايه 4 على 3 باي ار كيوب. تمام تمام شكرا. هو انا هحل الطريقه دي امتى؟ جدع السؤال ده كويس. لسه هنشوف دلوقتي. لسه هنشوف افكار حل المسائل دلوقتي. طيب عشان انت سالت الكلام ده مش هحل بيه خالص غير لو ما عنديش جيفن في المساله غير بي بس. لو مش مديني غير بي بس في المساله هحل هشوف هستخدم انهي قانون من الثلاثه. لو عايز حجم الموليكول هتستخدم انهي قانون الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني. الثاني. لو عايز الريديوس نص القطر الثالث. لو عايز المول الاول. هو ده طبعا لو هو مديني بي يعني بالظبط. لو مش مديني غير بي في المساله اعرف على طول ان انا هستخدم قانون من الثلاثه دول على حسب هو عايز ايه بقى. تمام ماشي. وصلت؟ تمام تمام. طيب ايه اللي ظهر دلوقتي قدامكم يا باشمهندسين؟ اسئله؟ تمام. طيب بسرعه بقى ويا ريت الناس كلها ترد. ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز يا باشمهندسين؟ الايديال موليكيولز بوينت ماس. تمام كم؟ الريال نوت بوينت ماس. نوت بوينت ماس. طيب والاتراكشن؟ في اتراكشن ما فيش اتراكشن في الايدي. تمام. هايدي. هايدي محمود. هايدي محمود.
عشان احنا مش بنحضر مجرد اسم. هايدي محمود، تمام. مش بنحضر مجرد اسم يا باشمهندسين. اسراء خالد، اسراء خالد، اسراء خالد، ايوه دكتور. يا اسراء مش سامعاني ده كله؟ ايوه ايوه رديت. تمام اسراء، ايه الفاليو اللي بتقول لي الجهاز ده ايديال ولا ريل؟ الزد. الزد دي اسمها ايه يا اسراء؟ كومبرسيبيلتي فاكتور. كومبرسيبيلتي فاكتور. الزد ايكوال ايه؟ ايكوال 1 في الايديال. ايه قانون الزد اصلا؟ الزد بي في على ان ار تي. تمام. امتى الزد تكون امتى في حاله الايديال جاز الزد بكام؟ ب 1. والريال جاز اكبر من 1 او اقل من 1؟ امتى تكون اكبر من 1؟ اكبر من 1 لو انا لو في الهاي بريشر. واصغر من 1؟ لو تمبريتشر. طيب في حاله اكبر من ال 1 يا اسراء، احنا قلنا ان ال V طلعت V ideal في حالة الريال جاز كانت بتساوي ايه؟ سؤال تاني. في حالة الريال جاز ال V ideal كانت بتساوي ايه؟ اللي هي ال ideal definition of volume كانت بتساوي ايه في حالة الريال جاز؟ ال volume of container ناقص N B. جدع. تمام. ايه هي البي يا اسراء؟ جدع زي الفل. ايه هي البي؟ البي اللي هي الاكسكلودد فوليوم. زي الفل. شكرا يا اسراء. تمام. طيب فين اياد؟ اياد عماد. ايوه تمام. اياد احنا قلنا مين اكبر، البي ايديال ولا البي ريال يا اياد؟ ايديال. ايديال حالة ايه؟ الهاي بريشر. حالة الهاي بريشر البي ايديال اكبر من البي ريال. تمام. شكلك اصلا في الشارع يا اياد. وركينج سبيس فالدنيا فيه دوشة بس. تمام. طب مين اكبر يا اياد قلنا؟ الايديال. ليه بقى؟ عشان بوينت ماس. عشان بوينت ماس. لا ليه يا باشمهندسين؟ اتراكشن فورس. اتراكشن فورس صح يا اياد. ولو البي ايدر طلعت اكبر من البي ريال كان ايه الكومنت بتاعنا؟ لو تمبريتشر. لو تمبريتشر. اياد يا ريت نركز يا اياد. ماشي. عايز وي ستارت ات معايا اياد؟ هو في لاج بس معلش. طيب يبقى اياد عشان لو تمبريتشر خلاص. As we start at a low temperature. تمام. طيب لو في ايديال طلعت نوت طلعت ايكوال البي ريال يا محمود، محمود احمد بكر، ده معنى ايه؟ ده معنى ايه؟ هو اني عايز لو البي ايديال طلعت ايكوال البي ريال ايه بقى ثانيه فيه. يبقى كده مفيش مفيش ايه صح اقول؟ لا
ما فيش بريشر متطبق يعني، ما فيش حاجه، ما فيش بريشر معمول لو تمبريتشر. ايوه ما فيش لو تمبريتشر. يبقى كلكم بقى ردوا، لو البي ايديال طلعت اكبر من البي ريال يبقى السبب ايه؟ تمبريتشر قليله كفايه عشان بالظبط لو تمبريتشر. از وي ستارت ات لو. طب لو البي ايديال طلعت اكبر طلعت ايكوال البي ريال يبقى نلغي اللو تمبريتشر، يبقى احنا لغينا اللو تمبريتشر. يبقى از وي ستارت ات هاي تمبريتشر. معايا محمود؟ معلش مش بس الحته دي مغبطاني شويه، ممكن حد تقولها تاني؟ لو البي ايديال طلعت، مش البي ايديال طلعت اكبر من البي ريال يا محمود لما عملنا لو تمبريتشر قدها اكبر. اكبر تمام، بس لما عملنا لو تمبريتشر تمام. طب لو البي ايديال وانا بحل المساله طلعت بتساوي البي ريال، ده معناه ان درجه الحراره اللي انا شغال عندها دي لو تمبريتشر ولا هاي تمبريتشر؟ هاي. هاي بس كده تمام. وصلت تمام، يعني انا ما وصلتش للتمبريتشر لو كفايه ان هي يبقى فيها يعني ايه ان هي تعمل ديفيشن صح؟ بالظبط تمام. فين اسلام؟ اسلام محمد حضرتك اسلام، ايه هي الكونديشن والريزون اللي بتخلي الجهاز يتحول من اي دي الى ريل؟ قول لي الكونديشن والريزون بتاعتها ايه. الكونديشن اللي هي الهاي بريشر والريزون بتاعتها اكستيتيوت فوليوم. تمام الثانيه لو تمبريتشر الريزون اتراكشن فورس وزيها زي الهيفي مود كده. جدع جدع تمام تمام زي الفل. طيب بسرعه كده نكتب القوانين، هنحل اربع مسائل ونخلص. قولوا لي كده يا باشمهندسين ايه قانون الايديال جاز والريال جاز؟ يا ريت الناس كده يعني اول ما اخلص كده تروحوا تذاكروا، هتلاقوا الموضوع بسيط جدا. الايديال بي دي بتساوي ان ار تي. الايديال بي دي بتساوي ان ار تي تمام. والريال الريال بي زي بي ان اللي هي فاندر فال اللي هي مين؟ بي بلس اي ان سكوير اوفر في سكوير في تمام. امتى استخدم القانونين دول؟ لما يقول لي احسب مره بقانون الايديال واحسب مره بقانون الريال، خلاص هما القانونين دول والمساله خلصت تمام. ايه هي الزد؟ الزد بتساوي مين؟ في في على ان ار تي. طيب الزد ايكوال 1 في حاله مين؟ الايديال. والزد نوت ايكوال 1 في حالة مين؟ ريال. طيب زد نوت ايكوال 1 يبقى انا عندي كام احتمال؟ قالين ايه هما؟ مورزن 1 وليزن 1. امتى اكبر من ال 1؟ هاي بريشر. والريزون executed volume. امتى اصغر من ال1؟ low temperature. low temperature. والreason attraction force. امتى استخدم البي؟ عندنا ليها كم قانون؟ امتى بستخدم القوانين بتاعتها؟ لما ما اديليش في المساله غير بي. تمام لو انا عايز حجم المول ايه القانون؟ البي ايكوال 4 في مول. طب لو عايز حجم المولكيول؟ 4 في حجم في جذروس نمبر في في مول. تمام لو عايز الريديوس يبقى في مولكيول 4 على 3 باي ار كيوب زي الفل. تمام بس كده. لو البي ايديال تاني هكتبها اهو طلعت اكبر من البي ريال اس ايه الكومنت؟ ستارت ات لو تمبريتشر. تمام معايا محمود؟ ولو البي ايديال اصغر من البي ايكوال ما ينفعش تبقى اصغر اصلا. لو البي ايديال ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال نلغي الشرط بتاع لو تمبريتشر. ايوه
معلش يا باشمهندس في كذا محمود هنا ف مش انا قصدي على محمود اللي هو ما حضرش الصبح. طيب انا تمام فهمتها. مفهوم تمام. طيب فين رواد عبد الغني؟ ايوه يلا رواد حلي. ايوه عايز البريشر. calculate the pressure exerted by 1 مول، فانت عندك النمبر اوف مول ب 1 اوف او 2 confined to a volume 1 لتر، يعني الفوليوم 1 لتر at temperature 127 يعني 400 كلفن. بيقول لك احسبي البريشر، كالكوليت ذا بريشر مره بالايديال جاز لو ومره بفاندر فال لو، وبعد كده بيقول لك كومبير الريزلت ومديك الاي والبي، مره بيقول لك مره بالايديال جاز لو ومره بالريال جاز لو. خلاص هتعملي ايه؟ الايديال جاز لو اي في ايكوال هنا ار زي الفل. الايديال جاز يبقى بي في ايكوال ان ار تي. تعالي نعوض يلا. البريشر بكام؟ كويس. الفوليوم 1. الان 1. الار او 0.082. ليه استخدمتيها كده؟ عشان المديني الفوليوم بالليتر. زي الفل. جدع جدع يا رواد. تمام. تمبريتشر 400. تمام. البريشر هنا رواد هيطلع ب 32.8 اتموسفير. تمام كده عملناه بالايديال. عايزك تعمله لي بفاندر فال اللي هو الريال. ايه القانون؟ بي بلس اي ان تربيع على في تربيع. تمام. في ماينس ان بي. تمام. إيكوال إن آر تي. تمام. عوض يلا. البي هو عايزها. تمام. الآن مديني في 1.36. تمام. والإن 1 تربيع على في 1 تربيع. تمام. البي ب 1، الإن ب 1، البي. البي مديني في 0.0318. تمام. الإن 1 ار 0.2 التمبريتشر 400. تمام. فلو جيت حسبت البريشر هنا يا رواد هيطلع ب 32.5 اتموسفير. ده بالايديال وده بالريال. الايديال اكبر يبقى عندنا لو تمبريتشر. بصي كده جدع جدع. الايديال اكبر يبقى عندنا لو تمبريتشر زي الفل. بس انا عايزك تبصي على القيم كويس. هي قريبه قوي. بالظبط. يعني البي ايديال ده 32.8، ده 32.5، يعني البي ايديال ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال. تمام. يبقى ايه الكومنت؟ يبقى ما فيش تمبريتشر. ما فيش يبقى في ايه؟ ما فيش لو تمبريتشر يبقى في ايه؟ هاي بريشر. هاي تمبريتشر. هاي تمبريتشر. زي الفل يا رواد. ما فيش لو تمبريتشر يعني في هاي تمبريتشر. تمام؟ As we start at high temperature, but the deviation occur only at mean. The deviation occur only at mean. Low temperature. زي الفل يا رواد. شكرا شكرا جدا. المسألة اللي بعدها. فين مصطفى أحمد؟ تمام. يلا مصطفى. Use the value of van der Waal constant B for CO2 0.0427 liter per mole to calculate the volume of a CO2 molecule in liter. تمام. أكمل ولا؟ لا تكمل ليه؟ ما خلاص كده. مش احنا قلنا بعد أروح. كل فول ستوب نقف؟ تمام. تمام.
اهو ده المطلوب الاول وده المطلوب الثاني. كم قول بقى حل المطلوب الاول تعمل ايه؟ يبقى نكتب القانون بتاع الريال اللي هو ال b plus a n square على v square. تمام. في ال v ناقص ال n b. تمام. equal n r equal n r t. تمام. وبعدين اشوف بقى هو مدي constant b. هو عاوز ال constant use the value of. لا ثانية remote take the volume. هو عاوز ال v دلوقتي. تمام. وكده مش مديني فور سي او 2. وكده هستخدم القانون من التلاتة اللي هو عشان مديني جفني يا راجل اتق الله من الاول من بدري. صح مش مديلك غير البي صح؟ ايوه فهستخدم أيوة كده. يبقى هتستخدم قانون من التلاتة. طيب هو عايز ايه في المطلوب الاولاني؟ باشوانسين انت سمعت هو قال ايه؟ باشوانسين اسمع عرفت هو قال لي انا هستخدم قانون من الثلاثه عشان مش مديني غير البي تمام كمل يلا. هستخدم القانون اللي هو اللي كان فيه الفي بتاعه الموليكول اللي هو البي هتساوي 4 في الافوجادرو نمبر جدع في الفي بتاعه الموليكول. ليه؟ عشان هو كان طالب الفي بتاعه الموليكول. يبقى هو مش مديني غير بي خلاص. يبقى انا هو قانون من الثلاثه انا عايز حجم الموليكول خلاص اهو مساله اتحلت. تمام كده تقدر تجيب حجم الموليكول ولا لا؟ الموليكول. تمام كمل يلا. هقسم البي على الاربعه في ال ماشي كمل يلا المطلوب اللي بعده. يا اسمك ايه؟ الو قول يلا يا مصطفى كمل. سامعني يا دكتور؟ سامعك اتفضل. تمام معلش في لاج بس. المطلوب الثاني ات ستارت تمبريتشر اند بريشر وات برسنتج اوف توتال فوليوم. اول حاجه تعملها ما تكملش قرايه. اول حاجه volume. تعملها ايه؟ لما شفت الستاندرد تمبريشر اند بريشر احط الستاندرد كيس بتاعتي وبعد كده نشوف البريشر بكام. مصطفى ده واحد ATM والتمبريتشر ب 0.6 او 273 كلفن. تمام. ولو النمبر اوف مول ب 1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. بيقول لك ات اس تي بي. ايه يا مصطفى سامعني؟ باشمهندسين هو العيب عندي انا ولا العيب عنده هو في النت؟ لا عنده هو. تمام مصطفى انت سامعني؟ طب معلش يا دكتور هعمل بس سويتش الواي فاي ثانيه واحده بس. طيب خلاص حد يكملها. طب مصطفى هايدي دكتور هو هايدي بس عندها مشكله في المايك مش شغال. هايدي رفع ايديها انا شايف. ما هي كانت بتحاول تقول لحضرتك من لما حضرتك كنت بتناديها بس ما عرفتش تقول. ماشي هايدي اوكي تمام. مصطفى اختفى. طب يلا حد يحلها معايا. المطلوب التاني ده انا اصلا كنت عايزه يسمعه عشان مهم. مين يحل؟ مصطفى. تمام مع حضرتك. طب يلا محمود حل. تمام احنا نكتب هو عايز واتس برسنتج اوف توتال فوليوم. ثواني يا محمود. مصطفى رجع. مصطفى سامعني؟ كده تمام دكتور.
طب يلا مصطفى كمل، تحل انت المساله الجايه. معلش يا دكتور، قول يلا مصطفى. What percentage of... انا عايز النسبه مصطفى، عايز نسبه التوتال فوليوم بتاعه السي او 2 از موليكولار فوليوم اوف سي او 2. عاوز النسبه، فلازم اجيب النمبر اوف موليكول الاول. ماشي، بصوا يا باشمهندسين انا هحل المطلوب ده. ات اس تي بي وات ذا برسنتج، انا عايز نسبه التوتال فوليوم بتاع السي او 2 بالنسبه للاس تي بي. بيقول لك ان التوتال فوليوم ده هو الموليكولار فوليوم. الموليكولار فوليوم دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ايه؟ هو بيقول لك ان التوتال فوليوم هو الموليكولار فوليوم، مقصود بيها ايه دي؟ موليكولار فوليوم دي مقصود بيها حجم المول. مش احنا موليكولار ويت ده هو حجم المول، وزن المول الموليكولار ويت. يبقى الموليكولار فوليوم مقصود بيها حجم المول. تمام، مش موليكولار ويت ده وزن المول، يبقى الموليكولار فوليوم الموليكولار فوليوم حجم المول، صح؟ مش هنسين. تمام تمام. طب ازاي اجيب حجم المول؟ تمام يا دكتور. يبقى من بي ايكوال 4 في بتاعه المول، فالبي اهي ايكوال 4 في بتاعه المول. فحجم المول هيطلع بكام؟ ثانيه واحده، هيطلع بكام؟ ب 0.01675 لتر. ده حجم المول. بس انا مش عايز حجم المول، انا عايز مين؟ عايز نسبة حجم المول ده بالنسبة لمين؟ خلي بالكم المسألة دي مهمة جدا وبتيجي كتير قوي في الامتحان. انا عايز نسبة حجم المول ده بالنسبة لحجم الـ STB. فالبرسنتج هعمل ايه؟ هجيب حجم المول اللي انا جبته اقسمه على 22.4 واقسمه على 22.4 واضربه في 100. دكتور ممكن حكيت المسألة دي تاني؟ تاني. بص يا باشمهندسين، بيقول لي ايه؟ at STB what the percentage. انا عند ال STB، فاهمين STB؟ فهمتوها؟ اوكي تمام. نسبة، يعني انا عايز نسبة. تمام؟ نسبة مين؟ التوتال فوليوم. وهو قايل ان التوتال فوليوم ده هو مين؟ فرض ان التوتال فوليوم ده هو مين؟ الموليكولار فوليوم. بالظبط، ما انا ممكن اقول ان التوتال فوليوم ده حجم 10 مول 20 مول 30 مول. لا، هو قال لي ان التوتال فوليوم هو الموليكولار فوليوم، صح؟ صح. يعني هو حجم المول. فمعنى السؤال ايه بقى؟ انا عايز حجم المول بالنسبه لحجم الاس تي بي. حجم المول في الريال بالنسبه لحجم حجم المول في الاس تي بي. فانا جبت الاول حجم المول في الريال من بي ايكوال 4 في بتاعه المول، قسمته على 22.4 من 10 عشان اجيب نسبته بالنسبه للاس تي بي. فهمتها؟ تمام يا دكتور. حد مش فاهمها؟ السؤال ده بنجيبه كتير قوي في الامتحان ومهم جدا جدا جدا. في حد مش فاهمه؟ تمام تمام. طيب فاضل لنا مسألتين. محمود احمد اسامه. يلا محمود حل. هو فيش، ايوه تمام كده. فين هو ركلس؟ تمام. The value of van der Waals constant of constant b for KR is 0.0398 liter per mole. بس اوف حدنا. Use this value to calculate the radius of a krypton. تمام، احنا هنجيب القانون للB اللي كان فيه radius. صح، انا ما عنديش غير B وعايز radius، يبقى B equal 4 في افوجادرو في 4 على 3 باي ار كيوب. تعويض مباشر. بالظبط. وصلت؟ تمام. بس المسألة دي فيها حتة صغيرة كده مهمة قوي.
حد يقول لي الار اليونت بتاعتها هتطلع بايه؟ ديسيميتر. ليه؟ عشان الليتر بيساوي ديسيميتر كيوب. جدع زي الفل. هو الار انا اليونت مدهني باللتر، طب واللتر ده هو في طول ينفع يطلع باللتر؟ ها يا باشمهندسين؟ لا. يبقى يا اما حول اللتر ده لمتر كيوب يا سنتيمتر كيوب يا اي حاجه، بس انا دلوقتي ما نعرف ان اللتر هو مين؟ الديسي متر كيوب، يبقى الطول هنا يطلع بالديسي متر. وصلت؟ تمام. طيب اخر مساله بيقول لي in each of the following condition show by calculating the value of z، عايز يحسب قيمه الz في الحالات الاتيه. تمام، ومديك درجه الحراره والنمبر اوف مول، هو عايز يحسبها في الثلاث حالات دول. اول حاله هو عامه الz equal bv على ان ار تي، صح؟ اول حاله الz هتطلع equal كام؟ البريشر بكام؟ ردوا 0.5. بريشر 0.5 في 12 12 على الان 0.25 هو كده كده مثبت الان والتي في المساله كلها. الار 0.082. التمبريتشر 373. فالزد هنا هتطلع ب 0.784. يبقى ده كده يبقى ده ايديال ولا ريال؟ ده ريال. دي زد اكبر ولا اصغر؟ اصغر من الواحد. اصغر. ايديال ولا ريال؟ ريال. هاي بريشر ولا لو تمبريتشر؟ لو تمبريتشر. الريزون اتراكشن فورس. جدع اتراكشن. تمام ده واحد. طيب الحالة الثانية الزد إيكوال تبقى 0.766 في 10 على 0.25 في 0.082 في التمبريتشر بكام؟ نفس التمبريتشر 373 هتطلع ب 1.001. ده إيه؟ يعتبر ايديال. يعتبر ايديال الزد اكبر من الـ1 يبقى ايديال. تمام. الحاله الثالثه اللي هي كانت بكام؟ 2.4. ايش ممكن سؤال؟ ثانيه واحده وهقول لك دلوقتي انا عارف سؤالك ايه. الزد ايكوال 2.4 على 0.25 في 0.082 في 373 ده هتطلع 1.04. ده كده الزد مالها؟ زد اكبر من ال1 يبقى ايديال ولا ريال؟ ريال. هاي بريشر ولا لو تمبريتشر؟ هاي بريشر. اكسكلودد فوليوم ولا اتراكشن فورس؟ اكسكلودد فوليوم. تمام. طيب بص، لو جه 2 او بعد العلامه فانا بعتبرها ايكوال 1، لو جه او واحده بعد العلامه فانا بعتبرها اكبر من 1. ماشي؟ تمام. سؤالك ايه يا باشمهندس؟ اللي كان عايز يسال سؤال. وانا كان سؤالي في الحته بتاعت التمبريتشر، هو احنا دايما بنحوله لكلفن صح؟ اه تمام. حد عنده مشكله؟ تمام. باشمهندسين ان شاء الله احنا كده خلصنا النهارده. تمام، عايزكم تاكدوا ان شاء الله عليا ان الميعاد هيبقى الساعه 10 عشان اعمل لكم جدول. خلاص عايزكم تاكدوا عليا ان شاء الله ان الميعاد الساعه 10 بعد كده. تمام، وعايز وان شاء الله ما تنسوش الميعاد بتاع يوم الجمعه الساعه 9 الصبح اللي هي المحاضره اللي فاتتكم. ماشي يا باشمهندسين؟
تمام ماشي يا باشمهندس، شكرا. حد عنده سؤال؟ شكرا. السلام عليكم.